بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. في ظل واحدة من أسوأ مواسم النادي الأهلي من الناحية الفنية، من هو أفضل دفاع في الدوري العام المصري حتى الآن قبل نهاية مباريات الأخيرة أو قبل مباريات نهاية المباريات الأخيرة بشوط تقريبا أو بخمسة وأربعين دقيقة؟ تخيل حضرتك أن أفضل دفاع حتى هذه اللحظة، أو هو اللي بالفعل هو أفضل دفاع، دفاع النادي الأهلي، لأن نادي بيراميدز 22 هدف ودخل فيه جون من شوية، كمان بقى 23 هدف، والنادي الأهلي 21 هدف طوال 5 أو 36 مباراة. طيب تخيل حضرتك من هو أفضل فريق من الناحية الهجومية، أو من هو أفضل فريق أحرز أهداف حتى الآن؟ أنا بتكلم مع حضراتكم حتى الآن، مين أكتر فريق جاب؟ تخيل حضرتك في واحدة من أسوأ مواسم النادي الأهلي أن يكون النادي الأهلي هو الأفضل دفاعيا والأفضل هجوميا ب 62 هدف حتى الآن، لأنه الزمالك 61 هدف، ممكن لسه بيلعب مباراة مع إيسترن كامباني، عدى منها تقريبا نص ساعة وفاضل 45 أو فاضل بقية الشوط الأول والشوط الثاني، فاضل ساعة تقريبا على المباراة. لو بعد نهاية المباراة انتهت هذه المباراة بهذا الشكل، الأهلي هو الأفضل دفاعيا والأفضل هجوميا في موسم بيتقال عليه، في موسم بيتقال عليه أن هو موسم كارثي للنادي الأهلي. الكل بيحلل، هو ليه النادي الأهلي وحش، هو ليه النادي الأهلي سيء، هو ليه النادي الأهلي ما بيعرفش. والله العظيم الكلام اللي أنا بقوله ده بيحصل، أكيد حضراتكم بتسمعوا، انه هو ليه النادي الاهلي ما بيعرفش يدافع، هو ليه النادي الاهلي ما بيعرفش يهاجم، وفي ظل كل ده النادي الاهلي هو الافضل دفاعيا والافضل هجوميا. اتمنى ان الناس تاخد كلامي زي ما هو، زي ما انا بقوله، مش تاخده وتقلبه وتقول كلام تاني. انا عمري ما اقول كده، عمري ما اقوله. ففي ظل كل هذه الظروف، وفي ظل ما يحدث ضد النادي الاهلي، وانا قاصد هذه الكلمه ضد النادي الاهلي، من اخطاء تحكيميه فجه وواضحه وصريحه، ومن اجهاد عام لكل اللاعبين، ومن سوء مستوى واداء فني، ومن اخطاء من بعض اللاعبين ومن الجهاز الفني، النادي الاهلي هو الافضل دفاعيا والافضل هجوميا. يعني اذا كان هناك بعض العداله اللي نقدر نتكلم فيها، من الممكن جدا، انا قلت 14 نقطه خسرهم النادي الاهلي بسبب التحكيم الظالم، التحكيم الغير ظالم. لو ال 14 نقطه دي خدنا منهم 10 نقط، كنا زماننا خدنا الدوري في ظل مستوى غير جيد او غير مرضي لجمهور النادي الاهلي، في ظل مستوى الناس والله الناس طالعه تحلل كل حاجه ضد النادي الاهلي، اللي هو احنا ازاي بيخش فينا جوان، احنا ازاي ما فريق وحش، ازاي ما بنعرفش نجيب جوان. والله حضراتكم اكيد سمعتوا بعض القنوات الاخرى وبعض المحللين وبعض المذيعين بيتكلموا في هذا الامر وبهذا الشكل. ومع ذلك انا قعدت اجيب الارقام، اقول يا جماعه، وافرك في عينيا كده واقول لهم يا جماعه بجد الارقام دي حقيقيه؟ الارقام دي حقيقيه؟ يقولوا لي اه الارقام دي حقيقيه. اقول لهم بجد؟ ولا احنا حاطين جونين ثلاثة للأهلي زيادة مثلا عشان يبقى أفضل هجوم؟ ولا احنا قلنا لهم قللوا من الأهداف شوية عشان يبقى الأهلي أفضل دفاع؟ قالوا لي لا، قالوا لي لا. خصوصا ان انا سألت الشباب معانا في الإعداد، قلت لهم يا جماعة، قالوا لي احنا لعبنا حوالي 8 او 9 مباريات بالناشئين، واللاعبين اللي جايين او اللي بقالهم فترة ما لعبوش مباريات. فتخيل حضرتك ان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، و كل التوجهات الإعلامية اللي ضد النادي الأهلي، وأنا قصدي أقول هذا الكلام، كل التوجهات الإعلامية اللي ضد النادي الأهلي بتتكلم على الأهلي وحش، والأهلي ما بيجيبش جوان، والأهلي بيخش فيه جوان كتير، وإن عندناش حراس مرمى، وإن الشناوي وحش، وإن علي لطفي وحش، وإن مصطفى شوبير مش عارف إيه، وإن حمزة علاء إيه، والكلام ده كله. فأنا قعدت كده أجيب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وقعدت أحسبهم بإيديا كده، عاوز احسب لي، قعد يقول لي الماتش ده كذا اكتب اتنين، الماتش ده كذا اكتب تلاتة، الماتش ده كذا اكتب اربعة، لغاية لما لقيت احنا جايبين 62 هدف، وافضل فريق من الناحية الهجومية او افضل فريق احرز اهداف حتى هذه اللحظة.
النهارده بتكسب سيراميكا وهو بكامل نجومه 4-0، وانت المجموعه كلها كانت ناشئين باستثناء طبعا رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم ومحمد محمود وموكيسوني، بقيه اللاعبين كلهم شويه شباب ناشئين يعني، واحمد عبد القادر. ف وبالمناسبه يعني ممكن يكون الباقي دول كلهم تحت السن يعني صغيرين. فانا الحقيقه بشوف ان الناس بتحاول ان هي تقول ان النادي الاهلي موسم كارثي، هو بالفعل موسم كارثي بالنسبه لنا كجمهور. بقى انا هتكلم هنا كجمهور، بالنسبه لنا لا، موسم كارثي. الدوري ضاع، الكاس ضاع، الكاس القديم يعني ضاع، وبالتالي الناس مش مبسوطه من الاداء. ولكن وفي افضل من الارقام عندما نتكلم عن اي شيء. يعني هو انا لما اقول ان النادي الاهلي 42 بطوله وان بقيه الانديه اللي موجوده في الدوري العام المصري واخدين 21 بطوله، يبقى انا بقول حاجه غلط؟ يبقى انا بتريق على بقيه الانديه؟ غير حقيقي طبعا. ده رقم حضرتك ارجع، لو انت مش عارف الكلام او مش فاهم الكلام ارجع للارقام اللي بتقول هذا الكلام، ارجع للتاريخ. سجل ابطال الدوري المصري من سنه 48 وحتى الان هتلاقي ايه؟ انا بحاول افهم للي عايز يفهم ان 42 دوري، هتلاقي لو رجعت للسجلات من 48 لغايه دلوقتي هتلاقي النادي الاهلي واخد 42 بطوله. طيب بقيه الانديه 21 بطوله. مش انا اللي والله العظيم ما انا اللي بقول، مش انا اللي قلت الكلام ده، سجلات اتحاد كره القدم المصري قالت هذا الكلام. معرفش ليه الناس بتاخد الكلام بطريقه بتحاول دايما ان هي توقع في الكلام وتقول كلام لا يصح ان هو يقال، لا يصح. هو انا لما اقول ان النادي الاهلي هو اللي بيجر بقيه الانديه، قد اكون تسرعت في ان انا قلت هذا الكلام، ولكن عشان انا عندي ارقام كتيره واضحه قدامي في عقود الرعايه انا عارفها، بس مش هقدر اتكلم عنها لانها ارقام ليست رسميه وليست للنشر كمان، انا ما اقدرش اتكلم فيها. ولكن لما تطلع ساعتها انا بطالب كل الناس اللي عماله تتكلم دي تعتذر لي، او بلاش تعتذر لي، انا اسف، انا اسف، مش قصدي تعتذر لي، ولكن تعتذر لجمهور الاهلي على الاساءات والكلام الغير لطيف اللي بيرددوه واللي بيقولوه. لانه الارقام لما تظهر هتعرفوا بحق ربنا ان النادي الاهلي هو الجرار اللي بيجر القطر. هذه هي الحقيقه الواضحه لكل الناس. وبالمناسبه انا في ناس كلمتها قلت لهم يا جماعه وانتم ما تعرفوش ان الكلام ده؟ قالوا لي احنا متاكدين ان الكلام ده صحيح. طب امال ايه؟ يعني هواة الترندات بيحبوا يعملوا الافلام دي او القصص دي. لما اطلع واقول انه النادي الاهلي هو افضل نادي من كل النواحي، لو في الرعايات وفي كل شيء، هذه الارقام بتقول كده على فكره. يعني انا لو مش في قناه الاهلي وشغال في قناه تانية وطلب مني ان انا، او يعني حد سالني وقال لي مين افضل نادي او مين الجرار اللي بيجر القطر في اي نادي او في الدوري المصري، هقول لهم النادي الاهلي حتى لو انا مش شغال في قناه الاهلي. على فكره في بعض من لا يشجع النادي الاهلي ناس محترمه وفاهمه بتقول هذا الكلام برضو. ايه الغريب في اللي الواحد بيقوله؟ انا الحقيقه بستغرب جدا، ولكن انا ما عنديش مشكله والله. انا دايما حابب ان انا اكون لما باجي اتكلم مع جمهور النادي الاهلي بتكلم معاه بمنتهى الاحترام وبمنتهى، مع كل جمهور المصري طبعا، لان كل جمهور المصري يعني اخواتنا واصدقائنا وكل شيء، لكن انا بتكلم هنا مع جمهور النادي الاهلي عارفين كويس قوي. جمهور الاهلي كله عارف كويس جدا ان النادي الاهلي لو مش موجود في طيب خلي النادي الاهلي، معرفش ازاي، محدش يسالني ازاي، ولكن خلي النادي الاهلي يطلع من المعادله الكرويه لمده سنه ونشوف نادي الاهلي هيجيب كام. خلينا السنه دي على فكره ده تخيلات بيننا وبين بعض. لو النادي الاهلي السنه دي هيجيب 10 جنيه خلاص، والنادي الاهلي السنه الجايه طلع من المعادله الكرويه في مصر مثلا يعني، خلينا نفتكر هذا الكلام او نتخيل هذا الكلام. النادي اللي بعد النادي الاهلي السنه الجايه هيجيب كام؟ مش هقول عشان ما حدش يقول لي انت بتقول كلام غلط،
مش هقول، ولكن كل الناس اللي بتتابع اللي انا بقوله عارفين كويس قوي 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 لو النادي الاهلي يجيب كام واي نادي اخر يجيب كام، بغض النظر عن ان النادي الاهلي ده ناديه واللي انا بحبه وكل حاجه، انا بتكلم في الحقيقه بعيدا عن اي شيء اخر. ليه؟ الاعلى جماهيريا والاعلى بطولات والاعلى في كل شيء النادي الاهلي. خسرت بطولتين دوري؟ طيب ما انا عندي 42. خسرت بطوله دوري ابطال افريقيا؟ ما انا عندي 11 او عندي 10. انا بنسى معلش. فيعني ايه اللي بيحصل؟ مفيش حاجه. بنعيد ترتيب البيت خلال الفتره اللي جايه؟ النادي الاهلي بيعيد ترتيب البيت من الداخل خلال الفتره اللي جايه؟ ايوه ده بيحصل. هو ايه الغريب؟ ايه الموضوع؟ مفيش حاجه، مفيش موضوع، مفيش حاجه، ولكن الكل من هواة الترند. الترند مش امير هشام ومحمد سعيد، لا، من هواة الترندات الفيك، بيطلعوا بيحاولوا ان هم يعملوا اي حاجه علشان يخشوا في الترندات وفي الكلام ده كله. انا هنا ما بقصدش حد بعينه، انا بقصد ناس معينه من اللي ما بتشجعش النادي الاهلي وملهاش علاقه بالرياضه بالمناسبه يعني. بيخشوا يتكلموا وخلاص، هو ما حدش فاهم، لكن الناس اللي فاهمه في الرياضه وعارفه في الرياضه عارفه كويس قوي ان الكلام اللي انا قلته اول امبارح فيما يخص ان النادي الاهلي واخد 42 بطوله و21 بقيه الانديه، ده كلام حقيقي. ان النادي الاهلي عندما تتكلم عن النادي الاهلي وعن عقد الرعايه في النادي الاهلي، شوف النادي الاهلي هيجيب كام للمره الثانيه. انا بقول قد اكون تسرعت في ان انا قلت هذا الكلام علشان يعني انا عندي الارقام، انا بعرف الارقام شويه، بعرف في الارقام وبحسب، لكن لما يحصل ده بقى بشكل ويتم الاعلان عنه سواء من النادي او من الشركه، من فضل حضراتكم اطلعوا قولوا اسلام كان عنده حق. فلان الناس اللي فاهمه في التسويق الرياضي فاهمه ان الكلام اللي انا بقوله ده يعني صحيح بنسبه 101 او منطقي بنسبه 100% ومنطقي جدا في الكلام اللي احنا بنقوله. وعشان كده انا بقول لحضرتك هناك بعض الامور اللي يجب ان احنا نتكلم فيها بمنتهى الصراحه. لما تيجي تتكلم انت كاهلاوي بقى بينك وبين الاهلاويه حبايبك واخواتك، لما تيجي تتكلم معاهم، احنا عارفين ان عندنا مستوى سيء لبعض اللاعبين، عندنا بعض الاخطاء اللي عملها الجهاز الفني السابق والحالي برضه هناك بعض الاخطاء، لكن في النهايه برضه بينا وبين بعض لما نيجي نتكلم عارفين كويس جدا ان التحكيم ظلمنا في 14 نقطة على الأقل، يعني ده اللي أنا كنت حاسبهم لغاية وقت قريب، وأن هناك إجهاد عام لكل اللاعبين اللي موجودين اللي كانوا موجودين خلال الفترة اللي فاتت. لما تلاقي أن أكتر لاعب في أوروبا أو أكتر لاعب في العالم ممكن يلعب من 40 أو من 45 ل 55 ماتش، لما تقارنه بلاعيبة النادي الأهلي اللي بيلعبوا مع المنتخب الوطني، تلاقي لعيب النادي الأهلي بيلعب من 65 ل 75 مباراة، يعني في من 20 ل 25 مباراة زيادة، وبالتالي ده يعمل عليك إجهاد عام. يبقى عندنا سوء أداء، عندنا بعض الأخطاء من المديرين الفنيين السابق والحالي، عندنا خسارة 14 نقطة بسبب التحكيم، عندنا إجهاد عام. الأسباب دي كلها لما تيجي نفرمها مع بعض هيبقى يجب أن يتم إعادة ترتيب البيت من الداخل. مين بيعمل كده؟ كابتن محمود الخطيب اللي مشرف على كرة القدم، ومعاه لجنة التخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف، ومعاهم كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وطبعا كل هذه الأمور بتبقى من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي، هو ده اللي بيحصل. أي حاجة تانية لما تبص على بعض المحللين في بعض القنوات لما بيجوا يتكلموا على النادي الأهلي تحس إن في كارثة. هي الكارثة في إن أنت خسرت دوري وخسرت كاس، لأن إحنا مش متعودين على كده، ولكن طب ما تبص للجانب الإيجابي شوية. يعني إحنا كل طول الوقت ما بنتكلمش غير في الوحش 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 الوحش، لا، بص للجانب الإيجابي شوية، بص للأهداف اللي جابها النادي الأهلي، بص ان هو افضل دفاع. انا اقدر دلوقتي اقول رسميا النادي الاهلي افضل دفاع في الدوري العام المصري. هجوم هقول لكم على اخر الحلقه بعد مباراه الزمالك واستر ما تخلص. طب نقول بقى ان احنا قدرنا نجيب اهداف في ظل سوء المستوى وكذا وكذا، لكن قدرنا نجيب اهداف وقدرنا ان احنا
نقفل خطوطنا بشكل جيد ونطلع احسن دفاع. قدرنا ان احنا نستفيد من الفتره الاخيره دي بوجود عدد من اللاعبين اللي ممكن نستفيد منهم خلال الفتره اللي جايه، سواء داخل النادي او من خلال اعارتهم وتقييمهم بعد كده ان هم يرجعوا النادي الاهلي. فحاجات كتيره جدا 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 الواحد ممكن يتكلم فيها من الناحيه الايجابيه، ولكن دائما يكون الكلام السلبي هو اللي عن النادي الاهلي. هو ايه الوحش في النادي الاهلي النهارده؟ يعني في مباراه النهارده يقول لك ايه؟ هو ايه الوحش ان في مباراه الاهلي النهارده؟ ان الاهلي كسب 4 بعد طرد واحد من لعيبه نادي سيراميكا. ما يقولكش ان الاداء النهارده كان افضل من الاداء الفتره اللي فاتت علشان الدنيا بقت افضل، اللعيبه بقت واخده على بعض اكتر، المدير الفني بقى واخد على اللاعبين اكتر، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بكره، صح؟ ومحدش هيقول لحضراتكم اي شيء خاص ببكره الا من خلال قناه الاهلي ومن خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي، مفيش حد تاني هيقول لكم الصح ايه. لانه الصح احنا نهايه الموسم، وبالتالي النادي الاهلي بقى هيبص على النواحي السلبيه والنواحي الايجابيه في الموضوع، ويقارن النواحي السلبيه بالنواحي الايجابيه ويبتدي يشوف هيعمل ايه. في هناك صفقات، انا قلت لحضرتك قبل كده ان بالفعل تم الانتهاء من صفقات جوه مصر، من لاعبين من جوه مصر ولاعبين من بره مصر تم الانتهاء منها. هيتم الاعلان عنها امتى؟ هنبلغ حضرتك من خلال قناه الاهلي ومن خلال المركز الاعلامي. اكتر من كده مش هنقدر نقول، لان هذه هي الحقيقه. لان مين اللي بيختار الميعاد الاعلان عن اي صفقه؟ مجلس اداره النادي الاهلي، مش اسلام ولا حد، لا، مجلس اداره النادي الاهلي. فخلينا ننتظر الايام القادمه، وزي ما قلت لحضراتكم النهارده كان وداع جمهور الاهلي الوفي لفريق النادي الاهلي بالكامل النهارده. وهات لي اللقطه بتاعت الجمهور دي، لانه انا هل من الممكن وانا بتكلم في وسط الكلام اللي انا بتكلمه ده كله، هل ممكن انسى اللقطه بتاعت جمهور النادي الاهلي النهارده؟ هل اللقطه دي ممكن تتنسي؟ طبعا وليد هتكلم عنه، ماشي حاضر، لكن انا بتكلم عن المجموعه اللي موجوده دي كلها في استاد الاهلي والسلام. تخيل حضرتك فريقك لاول مره من كام سنه، من 30 ولا من 25 سنه، ياخد المركز الثالث اللي هو بالنسبه لنا شيء صعب جدا، ومع ذلك عدد كبير من الجمهور او ال 2500 اللي مسموح بيهم متواجدين داخل الاستاد وبيهنوا وليد. طبعا وهتكلم على وليد لوحده دلوقتي، ولكن انا بتكلم على الجمهور، أنا بتكلم على الجمهور. فاللي بقوله ان لا يا جماعه، الجمهور ده جمهور يستحق التحيه، يستحق مني، مش مني انا، من كل اللي موجودين في قناه الاهلي ومن كل الناس، ان هي تبذل اقصى مجهود علشان نعمل لحضراتكم افضل شيء. الجمهور ده اللي زعلان من فريقه واللي عارف ان فريقه قصر خلال الفتره اللي فاتت، الجمهور ده اللي امام حضرتك بيهني وليد سليمان وبيشكره، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك شايف بيشجع فريقه وبيقول لهم احنا نهينا السنه دي خلاص، عايزين بقى السنه الجايه تبقى الامور مختلفه. هذا الجمهور يستحق مني ومن كل واحد فينا التحيه والتقدير، وان انت تبذل اقصى مجهود، أقصى مجهود علشان يفضل الشباب ده موجود في الملعب بهذا الاحترام وبهذا الأداء الرائع من الجمهور. مهما تقول لي هقول لك كلمة واحدة بس، إن أي حاجة الواحد بيعملها بيعملها عشان خاطر الشباب اللي واقف ده، الجمهور اللي حضرتك شايفه ده، لأن الجمهور ده هو اللي بيعمل إسلام ومحمد وعلي وحسين وكل الناس وكل اللعيبة اللي موجودين. هو وليد سليمان النهاردة اتبسط ليه؟ يعني النهارده وليد سليمان مبسوط ليه؟ مبسوط بالجمهور وحب الجمهور لوليد سليمان، وايضا في نفس الوقت المظاهره الحب اللي موجوده على السوشيال ميديا لوليد سليمان، ابو تريكه بيهنيه وبيقول له ان شاء الله اللي جاي افضل، كل اللاعبين اللي موجودين، كابتن حسام غالي، الاستاذ طارق قنديل، انا لسه شايف ان هو منزل بوست عن وليد، استاذ خالد مرتجي، كل اللي موجودين اعضاء مجلس الاداره بالكامل بيحظوا، او وليد سليمان بيحظى، الاستاذ محمد الجرحي بيحظى بكل ترحيب وكل احترام من كل اعضاء مجلس الاداره، مش من كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي فقط، ولكن من كل لاعيبه النادي الاهلي، من كل جمهور النادي الاهلي،
من كل محب حقيقي للنادي الأهلي. فأنا بشكر جمهور النادي الأهلي السنة دي، لأن جمهور النادي الأهلي استحمل كتير جدا جدا جدا. استحمل استحمل كل حاجة، استحمل إن احنا خسرنا نهائي دوري الأبطال على الرغم من إن احنا خسرنا بفعل فاعل، وكان يجب إن احنا نكسب هذه المباراة علشان تبقى المرة الثالثة على التوالي، ولكن قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل بسبب فعل فاعل وبسبب أمور كثيرة مش عايز أتكلم عنها تاني. النادي الأهلي خسر نهائي دوري الأبطال، بعد كده خسرنا الدوري بسبب الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها مع حضرتك، وخسرنا نهائي الكاس بسبب الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها مع حضرتك، واللي منها سوء أداء النادي الأهلي، ما بقولش حاجة، لكن جمهور النادي الأهلي استحمل كل ده. عارفين استحمل ليه؟ عشان بيحب اسم النادي الأهلي، عشان اسم النادي الأهلي بالنسبة له هو الأساس في كل شيء، هو الأساس في كل شيء مش حاجة تانية. النهاردة الرسالة اللي بيوجهها جمهور النادي الأهلي للاعيبة النادي الأهلي، اشتغلوا على نفسكوا أكتر خلال الفترة اللي جاية، لأنه احنا في ظهركوا وحنفضل واقفين وراكوا، وحنفضل واقفين في ظهركوا لغاية آخر وقت. السنة دي خلصت، السنة الجاية أصعب، السنة الجاية عندك بطولات وعندك حاجات كتيرة جدا، مش عايزين نخسر ولا بطولة إلا لو الملعب، الملعب خلاص دي حاجة بتاعت ربنا، لكن احنا عايزين نبذل أقصى جهد. الجمهور هتقول لي أنت سمعت يعني، لا الجمهور ما قالش، لكن ده لسان حال الجمهور. أنا بقيت واحد من الجمهور دلوقتي، بقيت بقعد بره في المدرجات لو أقدر يعني، أقعد في المدرجات وأشجع هعمل كده، ونفسي أقول للعيبة المسج دي أو الرسالة دي. فأنا بشكر جدا جدا جمهور النادي الأهلي على كل المساندة وعلى كل الحب والاحترام وعلى كل الانتقاد اللي بينتقده جمهور النادي الأهلي للاعيبته ولقناته ولأي حاجة. أنا ما عنديش مشكلة في أي حاجة، بالعكس أنا ببقى سعيد جدا جدا لما الناس بتنتقد أداء حد في القناة أو أداء أنا نفسي في القناة، ما عنديش مشكلة، بشوف إيه اللي بيقولوه على فكرة وبحاول أغيره. الجمهور بينتقد أداء الفرقة، ولكن بص حضرتك الناس واقفة إزاي وبتشجع، يعني الناس واقفة وبتشجع، يعني الشباب ده أنا خدت تالت خلاص، مفيش أي أمل لدوري ولا حاجة، ولكن الشباب واقف وبيشجع ناديه وبيحب ناديه. هو ده النادي الأهلي، وهو ده جمهور النادي الأهلي، وهذا هو أفضل حاجة في المنظومة الكروية أو في المنظومة الرياضية بالكامل، هو الجمهور، لأنه هو بيحط إيده في جيبه ويطلع الفلوس علشان يروح يشجع فريقه. محدش بيقول لك خد فلوس وروح شجع، عمرها ما حصلت، عمرنا ما سمعنا عنها، ولكن اللي بنسمع عنه ايه؟ ان انا احط ايدي في جيبي انا كواحد من الجمهور واروح اقطع تذكره واروح اقف في المدرجات واشجع فرقتي كده زي ما حضرتك شايف. هو ده اللي احنا عارفينه، هو ده الجمهور اللي احنا بنسعى ليه. هل ممكن، هل ممكن ان انا شخصيا من الناس اللي بتحب الجمهور جدا جدا جدا، هل ممكن اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده، الشخص اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده، ممكن يغلط في جمهور الأندية الشعبية؟ ما اعتقدش. انا طلعت من النادي الأولمبي، من جوه النادي الأولمبي، من عرق المدربين اللي مرنوني في النادي الأولمبي، وعملوا لو عملوا حاجة فعملوا حاجة بسيطة جدا جدا من خلال وجودي في هذا النادي الكبير والعريق اللي أنا بتكلم عنه دايما بكل احترام وبكل أدب، وأتمنى أن أنا أشوف النادي الأولمبي في الدوري الممتاز، أول بطل الدوري بعد الأهلي والزمالك النادي الأولمبي ده، للي ما يعرفش يعني تاني أقدم نادي في مصر بعد نادي السكر حديد، أكتر نادي قدم أبطال أولمبيين في العالم في مصر يعني. فالحقيقة كلام كتير جدا جدا ممكن الواحد يتكلمه، لكن للأسف الشديد والله الواحد بيشوف حاجات خلال اليومين اللي فاتوا دول، وبقعد أتحسر على الكلام اللي بيحصل والكلام اللي بيتقال، خصوصا أنه بيخرج من ناس، من أشخاص لهم عندي معزة خاصة واحترام، وعلشان كده أنا مش هجيب أسماء هؤلاء الأشخاص، لأنهم أنا بحبهم الحقيقة وبحترمهم وسأظل أحبهم واحترمهم. قد يكون الكلام اللي أنا قلته فهم بشكل غلط، لكن أنا دائما ما أقول الحقيقة وبالأرقام
بدون أي تزييف ولا تدليس زي ما غيري بيعمل. أنا لا أزيف لا أدلس، الحمد لله والشكر لله علاقتنا بكل الناس علاقة محترمة، وهذا هو الأهم. وعمري ما بنسى فضل حد من نادي الأولمبي، نادي الأولمبي ده العظيم، نادي الأولمبي العظيم الحقيقة، واللي دايما لما بيجي اسمه وسيرته دايما بنبقى سعداء بوجوده وإن احنا نسمع اسمه. فالحقيقة كلام مهم جدا، وأتمنى أتمنى إن إن شاء الله زي ما النائب أحمد دياب قال لنا امبارح وأنا بتكلم معاه في الحلقة امبارح، كلمت مع النائب أحمد دياب رئيس الرابطة وكلمنا عن الجمهور وإن احنا نشوف عدد أكبر من الجمهور. أتمنى على الأقل يبقى 20,000 متفرج الموسم اللي جاي، أتمنى إن أنا أشوف الموسم اللي جاي مباراة أهلي وزمالك 20,000 أهلي و20,000 زمالك، بس 20,000 و20,000 ها، مش 20 وحاجة تانية وأكتر يعني. فأنا لعبت في أجواء الجماهيرية وعارف قيمة الجمهور لما يبقى موجود يبقى إيه. كان دايما الأيام أنا ما كنت بلعب كان التلتين أهلي والتلت أي حد تاني. ف يعني في مباريات القمة مثلا أهلي وزمالك أنا حضرت كتير، لعبت مباريات كتير أهلي وزمالك، يعني أنا شايف تلتين أهلي والباقي زمالك الحقيقة، يعني دي حقيقة برضو والصور موجودة عشان ما حدش يقول لك برضو مش عارف بتعمل إيه، لكن هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة بالفعل. فالجمهور لا تخيل بقى حضرتك السنة الجاية الموسم اللي جاي مباراة أهلي وزمالك، يا سلام بقى لو 40 و40 ولا 50 و50 في استاد القاهرة كده، إيه الحلقة؟ يا سلام بقى نرجع للأيام الحلوة والأيام الجميلة وجمهور الأهلي بيشجع لعيبته وجمهور الزمالك بيشجع لعيبته والأيام الحلوة دي ترجع عشان نشوف الجماهيرية بقى ونشوف مين اللي يعني اللي رجله على الأرض، نشوف اللي رجله على الأرض، مين اللي رجله على الأرض، هنعرف ساعتها مين اللي رجله على الأرض. و النهاردة الأهلي بيلعب بعدد كبير من الناشئين وزي ما حضرتك شفت الجمهور موجود في الملعب. أنا الحقيقة يعني مثل هذه الأمور بتؤثر فيا وبتؤثر فيا بشكل كبير جدا جدا جدا، يعني أنا ما كنتش داخل أتكلم في هذه الأمور ولكن حبيت إن أنا أتكلم في هذه الأمور مع حضراتكم لأنه جمهور الأهلي يستحق، جمهور الأهلي يستحق إن أنا أطلع أقول إن الأهلي إن أنا ما أكدبش عليه أولا، وثانيا إن أنا أطلع أقول إن الأهلي هو الجرار اللي بيجر القطر، هذه هي الحقيقة أنا لا أكدب. أيضا لما أقول إن الأهلي واخد 42 دوري وبقية الأندية واخدة 21 دوري، هذه هي الحقيقة، جمهور الأهلي هو اللي عمل كده مش أنا. لما أقول لي 10 دوري أبطال أفريقيا والباقي بقية الأندية 6 أو النادي اللي بعدنا أعتقد الزمالك أو النجم الساحلي مش عارف 5 ولا 6، الزمالك 5 وخلينا في مصر يعني الزمالك 5 والإسماعيلي 1 6، يبقى هل ده انا كده بتريق او لا بقول حاجه؟ هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. 3 برونزيه كاس عالم 0-0-0-0، هل ده معناه ان انا بتريق؟ ما بتريقش، انا بقول ارقام حقيقيه. انا النادي الاهلي واخد 3 برونزيه كاس عالم، حصل ولا ما حصلش ولا انا بكذب؟ حد لعب في فكروني يا جماعه، معلش انا بنسى كتير اليومين دول الزهايمر والسن والواحد كبر في السن، فهل يمكن انا بقول حاجه غلط؟ ده يعني تخيل حضرتك 3 برونز وما عنديش حد عدى من قدام كاس العالم، اتمنى ان انا اشوف ده الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله يعني، لكن ما حصلش لغايه دلوقتي. النادي الاهلي 3 برونز، هل ده معناه ان انا بقول حاجه غلط؟ هذه هي الحقيقه، هي دي الحقيقه. انا لعبت في بطوله مثلا، انا لعبت في بطوله يعني شفت برشلونه، شفت اتحاد جده، شفت ريال مدريد، شفت بايرن ميونخ، مش انا بقى الاجيال اللي بعديه شافوا بايرن ميونخ وشافوا تشيلسي دي حقيقه على فكره. وانا فخور ان انا النادي المصري الوحيد اللي مثلت بلدي في هذه البطوله من اول ما بدات لغايه النهارده، هل ده ان انا معناه ان انا بقول حاجه غلط؟
ده هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. اطلعوا بقى وقولوا ان انا بتريق وبعمل والكلام اللطيف اللي بيتقال ده، ما عنديش مشكلة والله، ما هزعل ولا هتضايق ومش هبص. ولكن برضو وانا اسف ان انا بدخل انا حاجة شخصية، انا بشكركم جدا لجمهور النادي الاهلي، بشكركم جدا 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 على الدعم اللي حضراتكم بتعملوا معايا خلال هذه الفترة. انا بجد يعني نفسي اعمل كل حاجة عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، ولكن الدعم اللي بشوفه من جمهور النادي الاهلي ليا تحديدا كمان في مثل هذه الظروف، يعني قبل كده حصل حاجه ممكن يكون جمهور النادي الاهلي زعلان مني في حاجه معينه، لا بس بيقفوا معايا وبعد كده يرجعوا يزعلوا مني، مفيش مشكله، بس يقف معاك الاول وبعد كده يرجع. ده اللي انا بقوله لحضراتكم دايما. فانا بشكركم جدا جدا، هذا هو الفارق ما بين جمهور النادي الاهلي، عارف كويس جدا مين اللي بيحب ناديه ومين اللي بيعشق ناديه ومين اللي بيمثل وبيعمل قصص وحكايات وروايات علشان يصل لمبتغاه او يصل لشيء معين. انا هنا برضو ما بتكلمش على حد، انا بتكلم بشكل عام. فانا بشكركم جدا جدا النهارده واليومين ثلاثة اللي فاتوا دول، يعني لمستوا قلبي بجد بجد، لانه الهجمه اللي كانت موجوده من بعض من لا يشجع النادي الاهلي قوبلت بكل جمهور او بمعظم جمهور النادي الاهلي يقف لكل هؤلاء ويقول لهم ان الكلام اللي كان أو ان اسلام بيقوله هو كلام صحيح وحقيقي 100%. فانا بشكركم، ودايما انا بستمد قوتي بوجودكم معايا، لانه فعلا جمهوره ده حماه. اتمنى ان انا اشوف كل حاجه كويسه لحضراتكم خلال الفتره اللي جايه. طيب اتكلمت كتير، معلش انا اسف، ولكن خلينا نطلع برضو محمد محمود عملنا معاه لقاء بعد نهايه مباراه اليوم وبعد نهايه هذا الموسم. ماذا قال محمد محمود؟ نطلع نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كابتن محمد، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنقول محمد محمود رساله في الصبر وفي الاراده. حبيبي يا فاروق، والله مش رساله، احنا اتعلمنا كده، اتربينا على كده، الحمد لله ما بنقولش غيرها. الصبر ده يعني حاجه لازم كلنا نبقى فينا كمسلمين يعني، فانا بحاول على قد ما اقدر يعني ارضى بقضاء الله، والابتسامه دايما انا الحمد لله مخلوق بيها، الحمد لله يعني ما في اي تحت اي ظروف الحمد لله ما بتواجهني، يعني ما بعرفش غير ان انا ابتسم بصراحه. ما حسيتش بفقد الامل بعد اصابه، بعد الثانيه، بعد الثالثه، حسيت ان الموضوع بقى صعب؟ لا خالص والله، انا يعني كنت الحمد لله يعني بزداد عزيمه واصرار اكتر يعني الحمد لله بعد كل اصابه. ويعني اول لما بسمع اصلا خبر الاصابه ببقى يعني بسجد لله شكر اول حاجه، وبفكر في ان انا ارجع اسرع في اسرع وقت يعني. فخالص والله انا يعني برضه بقضاء الله وبستعين بالله، وما فيش حاجه خالص الحمد لله بتضايقني يعني. في الوقت الصعب ده مين الباب اللي كان بيتفتح لمحمد محمود، او المكان اللي انت بترتاح تتكلم معاه، شخص ليه دور كبير جدا؟ انا عارف ان تاثير البيت عندك ليه دور مهم كبير جدا في حياتك. واخويا بصراحه، اخويا احمد كلامه مؤثر جدا بالنسبه لي، حتى كلامه مش كتير قوي معايا بس كلامه بيبقى في الصميم كده زي ما بيقول يعني، ببقى من جوايا مرتاح قوي لما بتكلم معاه. فترة صعبة للنادي الأهلي، وما تعودناش في النادي الأهلي إن احنا نفقد بطولتين أو نفقد الموسم الدوري الموسم الثاني على التوالي، لكن أنت أكيد مقدر زعل جمهور النادي الأهلي، لأن الجمهور ده ليه رصيد كبير جدا عندكم كلاعبين، وأنتوا ليكم رصيد أيضا عند جمهور النادي الأهلي. والله بالنسبة لي كدي أصعب فترة في حياتي، أصعب من إصابتي يعني بجد. الحزن اول مره بقى بجد ابقى مش عارف ابتسم، مش عارف اهزر، مش عارف اخد راحتي حتى وانا في النادي. فبنعتذر طبعا للجمهور، وباذن الله كل اللي جاي هيبقى باذن الله خير، وباذن الله نحاول نحقق ولو جزء بسيط من او نبقى جزء بسيط من تاريخ النادي الكبير. وبنعتذر لهم تاني مره، وان شاء الله باذن الله هنكون عند حسن ظنهم الفتره الجايه يعني. وانا واحد من الناس والله عمري ما ببخل بنقطه عرق واحده للنادي ولجماهيره، ويعني بشتغل والله على قد ما اقدر ان انا اقدر اساعدهم بقدر ما يمكن يعني. النهارده بنودع
او المستطيل الاخضر بيودع واحد من احرف واخلص اللاعبين اللي اخلصوا للنادي الاهلي، وانا عارف انه انت بتحبه جدا، والعلاقه بينك وبين الكابتن وليد علاقه كبيره. شفت مشهد الجمهور واحتفالهم وفرحتهم بوليد سليمان ازاي؟ وهنتكلم كتير على كابتن وليد. كابتن وليد والله بجد يعني من الناس اللي مهما اتكلمت عنها عمري ما هديها حقها. النهارده وانا بسخن لما لقيت الجمهور، انا كنت على الدكه الماتش النهارده فروحت سخنت، فالبانر اترفع بتاع الكابتن وليد بجد بجد والله يا فاروق جسمي اشعر، وقعدت طول التسخين ما بسخنش، حتى مدرب الاحمال محمود فوكس محمود 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 وانا مش عارف عمال اسقف طول للجمهور. جمهور بيقدر اساطيره، بيقدر كل الناس اللي بتحترم النادي وكابتن وليد. احنا انا عايز اقف عند الجمله دي لانها ما ينفعش تعدي كده بالسهل، ان جمهورنا بيقدر نجومه، بيقدر اللي اخلص له، بيقدر اساطيره. بيقدر كتير، والحمد لله شفنا النهارده بعينينا كابتن وليد اخلص كتير، فالجمهور ما شاء الله يعني مديله حقه، واحنا كمان كلاعيبه كان نفسنا نديله حقه اكتر من كده، بس بجد ما فيش حاجه تقدر تخلي يعني كابتن وليد يعني نقدر نديله حقه، ما فيش يعني مهما اتكلمنا عليه مستحيل نديله حقه. كابتن وليد بجد كشخصيه بره الملعب اظن ما حدش يعرفها كتير، والله بجد اطيب بني ادم ممكن تشوفه في حياتك. انا في اوضه اللبس، انا اوضتي يعني دولابي اللي هو جنبه دولابه جدا، بجد ما فيش صغيره وكبيره غير لما بتكلم معاه. ممكن الناس ما تعرفش ان هو دمه خفيف جدا، وبجد يا كابتن وليد هنفتقدك، احنا بجد والله بنحبك قوي قوي قوي، واصعب من اصعب لحظات حياتي ان انا اقول كلمتين ليك يا كابتن. يا كابتن وليد بجد انت عمر الكلام هيديك حقك، انت تستاهل كل خير، وبجد هتوحشنا قوي يا كابتن وليد، ومش هنسيبك بره الملعب كده كده، هنشوفك كل يوم وهنزهقك مننا، بس بجد هتوحشنا قوي في اوضه اللبس، وهتوحشنا قوي في الملعب. فبتمنى لك كل التوفيق يا كابتن والله، وفي خطوتك اللي جايه، وباذن الله يعني انت كده كده تختار الصح لحياتك، وربنا معاك يا كابتن والله بنحبك. شايف التأثر في عيون محمد محمود؟ والله بجد يا فاروق قليل. كابتن وليد بجد كان بيتكلم مع الصغير والكبير، بينصح الصغير قبل الكبير، الناس كلها بجد ما كانش حد. انت كلاعب كورة بتبقى بتحب تسمع النصايح كتير، بجد احنا الفرقة كلها كبير وصغير ما كانش حد بيسمع لحد اصلا غير كابتن وليد، بجد مش بهزر. كلامه بيبقى قليل قوي بس بيبقى حلو قوي، عمره ما افتكرش ان عمره زعق لحد قبل كده في اوضه اللبس، عمره ما ضايق حد منه كده يعني. كابتن وليد نعم من اخر الجيل الذهبي، ف خروجه من وسطنا مؤثر، فاتمنى ان احنا نحاول نعدي المرحله دي، بس اظن انها هتبقى صعبه. موقف او ذكرى او هدف ما تنساهوش لوليد سليمان قبل ما تيجي النادي الاهلي وبعد ما تيجي النادي، بعد ما جيت النادي الاهلي؟ هدف ماتش يعني ولا موقف اللي هو بره الملعب؟ موقف بره الملعب وهدف. جول الوليد اللي هو اسيست الصراحه اللي هو عمله الكابتن ابو تريكا اللي هو بكعب رجله في الزمالك 4-2 في الجول. الجول ده بجد بيأشعرني. لا يعني الجمله كلها والكابتن وليد عملها بجد مش عارف عملها كده ازاي، وجوله في الجزائر في وفاق ستيف. احنا بس كان يعني كلاعيبه كلها احنا بجد يا كابتن وليد كان نفسنا تبقى موجود اخر ماتش، بس لعله خير الحمد لله. هتوحشنا، ربنا يا رب يكرمك ويوفقك في حياتك، و مش عارف يا كابتن وليد اقول لك ايه، نفسي اشوفك. بحبك قوي يا كابتن وليد والله بجد، ربنا يخليك لينا بجد. انا كمان بحبك جدا يا وليد، بصراحه انا بحب وليد سليمان جدا جدا جدا. قلت لحضراتكم امبارح موقف عمله كابتن وليد سليمان عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، مش عشان خاطر حاجه، ولكن عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، عندما تم دعوه وليد سليمان لوجوده في قناه النادي الاهلي للاحتفال على ما اتذكر ببرونزيه كاس العالم الاخيره،
كابتن وليد رفض ان هو ياخد مقابل مادي لظهوره على قناة النادي الاهلي. وكابتن وليد سليمان، انا اسف ان انا قلت الكلام ده امبارح واسف ان انا بقوله النهارده مره تانية، ولكن هذه هي الحقيقه، هذه هي اخلاق وليد سليمان، دائما ما يحب جمهور النادي الاهلي. عشان كده يعني وليد سليمان سيظل دائما موجود في قلوب كل الأهلوية. محمد محمود أيضا واحد من اللاعبين الجيدين جدا اللي تمنى له يا رب أن ربنا يبعد عنه الإصابة خلال الفترة اللي جاية، ويعمل، لأن الإصابات عطلته الحقيقة كتير، ولكن هو مؤمن دائما بقضاء ربنا، ونتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الأيام القادمة، وأن تكون فترة إعداد جيدة لمحمد محمود مع النادي الأهلي، لأنه بيتكلم بمنطقية وبعقل وبحب في نفس الوقت. لينظر لأعين محمد محمود وبيتكلم عن وليد سليمان، تعرف أن النادي ده سيظل دائما موجود في قلوبنا جميعا، نادي الأهلي سيظل دائما موجود في قلوب كل الأهلوية، وجمهور النادي الأهلي بيحب كل الأهلوية اللي زي محمد محمود واللي زي النجم الكبير كابتن وليد سليمان، اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في اختياراته خلال الفترة اللي جاية. وأنا بقول لحضراتكم على الهواء مباشرة، وليد سليمان من الأسماء اللي مرحب بيها بشدة وجوده في قناة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، وده عرض على الهواء اهو. أنا من الناس اللي بعرض على وليد سليمان على الهواء مباشرة، إذا فكر وليد أنه هو يكون موجود في الإعلام يكون إن شاء الله من خلال قناة النادي الأهلي. أتمنى له يا رب كل التوفيق، لأنه يستحق الحقيقة كل شيء جيد. هو بياخد وقته ويفكر زي ما هو عايز، سواء في الإعلام هيلاقي مليون قناة عايزة وليد سليمان، في الفني هيلاقي النادي الأهلي بيساعده في كل شيء عشان يبقى من الناحية الفنية، في الناحية الإدارية النادي الأهلي هيساعده في كل شيء في الناحية الإدارية، حتى في الإعلام النادي الأهلي واسم وليد سليمان ووجوده في النادي الأهلي سيظل دائما هو الأساس في تفكير وليد سليمان خلال الفترة القادمة. كل التوفيق للنجم الكبير كابتن وليد سليمان، اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في الأيام القادمة. ماذا قال ريكاردو سواريش بعد نهاية المباراة الأخيرة في هذا الموسم؟ نطلع نشوف هذا المؤتمر، وبعد المؤتمر الصحفي لريكاردو سواريش، وبعد المؤتمر الصحفي فاصل، وبعد الفاصل أخبارنا، أخبار البيت الكبير. مساء الخير جميعا. كان دعوة شكرا من زوج من الجوادرش. طبعا بحيي وبارب للاعبين فريق النادي الأهلي. التودج مش برينسيبال من توجوفينش. خاصة اللاعبين اللي سنهم صغير. تاني وفين دادي زي كيلش تون أكشير. أقدر أقول دلوقتي إن هما بيتطوروا. E hoje estão seguramente mais preparados para o futuro do que quando chegaram no dia 7 e 8. والنهارده أكيد إن هما جاهزين أكثر للمستقبل أكثر من اليوم اللي هم كانوا وصلوا وانضموا لي انضموا فيه معانا. عاوز يفزي برونتس؟ اللي عايز يسأل سؤال يا جماعة اتفضل. عايز اعرف بعد ثلاث شهور انطباع ان هو شكله عن فرقه النادي الاهلي، او شهرين ونص انطباع ان شكله عن الاهلي. Então, depois de dois meses, qual é a sua impressão do Ali como clube? A minha impressão do Ali como clube, eu não preciso de esperar dois meses para saber. انطباع عن النادي الاهلي كنادي مش لازم انتظر شهرين عشان اعرف. Todo mundo sabe da dimensão do Ali. كلنا عارفين ايه هو حجم النادي الاهلي. Eu antes de vir já conhecia o Ali. انا قبل ما اجي هنا كنت عارف يعني ايه النادي الاهلي. Portanto, todos nós sabemos que é um clube com uma dimensão grande. كلنا عارفين ان النادي حجمه كبير جدا. Uma exigência tremenda. بيبقى المتطلبات فيه متطلبات قويه. E, portanto, sabia bem para o que vinha, por isso, para mim é um orgulho representar o Ali. وكنت عارف انا جاي فين، وكان بالنسبه لي حاجه افخر بيها ان انا جاي النادي الاهلي. وانا بسال على Que depois que você ficou com a equipa dois meses, então qual é a sua impressão da equipa? Eu quando cheguei,
انا طبعا وقت ما وصلت هنا هو تيميزمو antes de chegar او حتى من قبل ما اوصل كمان a partir do momento que o Ali demonstrou interesse em me contratar وقت ما الاهلي ظهر بالنسبه لي وكان في رغبه للتعاقد معايا eu fiz o meu trabalho de casa como é óbvio طبيعي ان انا ابدا الشغل من المنزل زي اي نادي طبيعي analisei a equipa حللت الفريق بتاع النادي الاهلي antes de eu ser treinador قبل ما ان اوقع مع النادي او اكون انا مدرب النادي e fui buscar jogos para trás ورحت دورت على المباريات القديمه era uma equipa com bons jogadores الفريق في لاعبين مميزين que apresentava qualidade de jogo ان هي بتظهر بمستوى جيد في المباريات na minha opinião não defendia bem في رايي ان كان في مشكله في الدفاع ما كانش بيدافع كويس e tinha jogadores com qualidade para este nível de exigência do Al. وان اللاعبين على مستوى الكفاءه اللي يناسب مستوى متطلبات النادي الاهلي. Mas nos últimos jogos, mesmo antes de eu chegar, كان في اخر مباريات حتى من قبل ما اوصل هنا. Eu sentia que a equipa já estava a quebrar fisicamente, principalmente fisicamente. حسيت خلاص ان الفريق بدا بشكل واضح جدا يتعب على المستوى البدني. Depois quando cheguei, بعد كده وقت ما وصلت, vi um conjunto de jogadores que não estavam nas melhores condições físicas. شفت مجموعة من اللاعبين ما كانش في احسن حال ليهم. E com uma densidade de jogos muito grande. مع كثافة مباريات عالية جدا. 3 em 3 dias. كل 3 جوج مباراة. Só um jogo é que tivemos 7 dias para preparar o jogo. ما فيش غير مباراة واحدة اللي وقفنا لها 6 أيام عشان نجهز المباراة. Também reparei que nos últimos 2, 3 jogos, 4 antes de eu chegar. وبعد كده خدت بالي كمان إن آخر 3 أو 4 مباريات قبل ما ناجي. Houveram jogadores importantes, principalmente nos corredores. يعني لاعبين مهمين جدا وخاصة من اللاعبين اللي بتلعب على أطراف الملعب. Que se lesionaram. ابتدوا يدخلوا في الإصابات. طاهر، تاو، حسين. طاهر، وحسين. وتاو. تاو. E o Luís estava lesionado. حتى لويس ميكيسوني كان مصاب. 4 extremos. أربع أطراف من الفريق. Todos nos corredores. كلهم اللي بيلعبوا على الأطراف. Depois de nós chegar. بعد ما وصلنا. Tivemos. Continuamos a ter lesões. الإصابات كملت معانا. Por exemplo. Xerife. يعني مثلا محمد شريف. هاني. هاني. Saiu, entrou. يعني دخل وخرج. منام. عبد المنعم عبد القادر وعبد القادر سوليه todos vocês sabem isto طبعا انتوا كلكم عارفين كل حاجه eu fiz este compasso de espera para vocês falar انا حقيقه عملت يعني الخطوه دي عشان تتكلموا todos sabem disto لان كلكم عارفين الكلام ده e todos sabem também وكلكم عارفين كمان que a decisão do Ali ان قرار النادي الاهلي se sentiu prejudicada por erros da arbitragem يعني لو كان حسينا ان احنا تعطلنا شويه بسبب اخطاء تحكيميه e tomou uma decisão histórica خد قرار تاريخي os jogadores foram de férias ان احنا نريح اللاعبين foram numa primeira fase 7 jogadores في المرحله الاولى كانوا 7 لاعبين e depois foi o Dieng وبعد كده ديانج depois foi o Tao وبعد كده بيرسيتاو depois foi o Ani وبعد كده محمد هاني Para mim é um orgulho. Até porque vocês olham muito para os números. Então vamos falar de números. Eu só aceitei o que a direção me pediu. Podes dizer. Eu só aceitei vir os miúdos e treinar os miúdos. Porque eu quero o melhor do Ali. لان انا عايز المصلحه للنادي الاهلي. Eu já sabia e alertei as pessoas. انا كنت عارف ويمكن دقيت الجرس. O que poderia acontecer. ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. Mas era o melhor para o Ali porque os jogadores precisavam descansar, senão iam ter lesões atrás de lesões, como eu disse antes de acontecer e depois aconteceram. يعني بس كان مصلحه النادي الاهلي ان احنا نريح اللاعبين لان كان هيحصل اصابات وبعديها اصابات زي ما انا حتى من الاول خدت بالي وقلت ده هيحصل من قبل ما يحصل. E aceitei. وافقت
para colocarmos o Ali novamente no topo. عشان النادي الاهلي يرجع لمستواه الحقيقي. O que eu vou dizer? اللي هقوله بس. É que os 14 jogos antes de eu chegar. ان 14 مباراه قبل ما انا اجي. O Ali fez 26 pontos. النادي الاهلي حصل على 26 نقطه. Mas tinha os jogadores todos. كان عنده كل اللاعبين. Jogadores com nível para representar o Ali. ولاعبين بمستوى يمثل النادي الاهلي. Marcou 26 golos. سجل 26 هدف. Sofreu 14. دخل في 14. Nós fizemos os mesmos 14 jogos. احنا عملنا برضه 14 مباراة. Fizemos os mesmos 26 pontos. عملنا نفس النقاط 26 نقطة. Marcámos menos golos, só marcámos 18. سجلنا 18 هدف، أهداف أقل. E só sofremos 4 golos. 3 3. واللي اتدخل فينا واللي اتحملناه من الدوري 3 أهداف بس. Só que nós jogamos como jogadores jovens. بس أنا لعبت بلاعبين سنهم صغير. 8 jogadores jovens que jogaram comigo. 8 لاعبين في الفريق صغيرين. Muito apreço por estes jovens que trabalharam muito. بقدر جدا اللاعبين الناشئين لأنهم اشتغلوا والصغيرين لأنهم اشتغلوا جدا معايا. Eles fazerem estes números nestas condições. قدروا يعملوا معانا الأرقام دي في الظروف دي. Só merecem o meu aplauso. حقيقي يستحقوا إن أنا أسقف ليهم. Mas as condições eram realmente difíceis. الظروف كانت صعبة جدا. Mas eu sinto que também poderia fazer mais e melhor. بس أنا أقدر أقول إن كنا ممكن نقدر نعمل أحسن. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقولها É que eu estou a preparar a próxima época. إن أنا جاهز للموسم الجاي. Como sempre estive. زي ما دايما كنت بعمل. O resto não tenho mais nada a acrescentar. الباقي كله ما فيش أي حاجة أقدر أقولها. Eu sou um funcionário do clube do Ali. أنا موظف في النادي الأهلي. Estou altamente feliz cá. مبسوط جدا هنا. Sempre eu disse. زي ما قلت دايما. Para mim é um orgulho treinar o Ali. فخر بالنسبة لي إن أنا أقول إن أنا مدرب النادي الأهلي. E acredito que vamos ganhar muitos títulos. وواثق إن أنا هكسب ألقاب كتيرة مع النادي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخبارنا النهارده اول الاخبار، الكابتن الخطيب يستقبل وفد دوري ابطال افريقيا البال بي اي ال لكره السله. استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ظهر اليوم بمقر الاهلي بالجزيره وفدا من دوري ابطال افريقيا البال لكره السله برئاسه امادو جالو، وقال رئيس دوري ابطال افريقيا وذلك بهدف توطيد العلاقات وتقديم التهنئة للنادي الأهلي بالفوز بلقب بطولة الدوري السوبر الموسم الماضي. وكان في استقبال الوفد لدى وصوله ظهر اليوم خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، وأوجاستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة، وكابتن طارق الغنام مدير الفريق. وضم الوفد كل من مانيو بلانينج نائب رئيس دوري الأبطال، وديكيمي موتومومبو نجم كرة السلة الإفريقي وبطل دوري البال، وشريف عبد الرحيم رئيس دوري التأهيل لهذا الدوري في أفريقيا، ويوسف ولد ياسين المدير الإعلامي، وأحمد عوض الله المستشار الفني، وعائشة ديوب مدير التسويق، وبقية أعضاء الوفد. وطبعا الكابتن محمود الخطيب رحب بالوفد معربا عن تقديره لجهود التي يقوم بها الاتحاد من أجل تطوير اللعبة والنهوض بها في إفريقيا. وأيضا أبدى أمادو جالو رئيس دوري أبطال إفريقيا سعادته بزيارة الأهلي، مبدئا إعجابه بما يشهده النادي من طفرة إنشائية وملاعب وصالات مغطاة، مؤكدا أن الأهلي صاحب تاريخ كبير وعريق في إفريقيا، وأن الأندية الإفريقية تستمد منه الكثير من آفاق المعرفة خاصة ما يتعلق بتنظيم دولاب العمل. كابتن محمود الخطيب كان حريص على إهداء وفد الاتحاد قميص ودرع وعلم النادي الأهلي، كما قام رئيس اتحاد البال بإهداء الكابتن محمود الخطيب شعار الاتحاد، ثم التقط الجميع صورة تذكارية جماعية. طيب برضو زميلنا أو كريم فؤاد قال نقدر حزن جماهير الأهلي
ونعدهم باستعادة اللقب الدوري في الموسم القادم. نتمنى يا رب أن تكون كلمات اللاعبين في نهاية هذا الموسم هي بداية إصلاح لما هو قادم. فيوتشر يحصد جائزة اللعب النظيف في دوري 21-22. كابتن محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري يتعرض لوعكة صحية. و كابتن محمد نور هو من سيقود المحلة أمام في مباراته في مباراة النادي الاتحاد أمام نادي المحلة. ميكالي يتابع مباراة أو مباريات الجولة الأخيرة بالدوري لحسم قائمة المعسكر الأول للمنتخب الأولمبي. كابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات بيجتمعان مع ميكالي وجهازه الفني، والجزائر تطلب مواجهة منتخب الشباب وديا ورجال يد الأهلي بالمجموعة الثانية في بطولة إفريقيا. المجموعة الثانية بتضم كلا من فريق كينشاسا الكونغولي والترجي التونسي وفاق عين توتا الجزائري وفلاورز البنيني. أما المجموعة الأولى فضمت الزمالك والإفريقي التونسي وفاب الكاميروني ومولودية الجزائر وريد ستار الإيفواري. كل التوفيق لرجال يد الأهلي إن شاء الله في هذه البطولة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن عادل طعيمة، النجم الكبير كابتن محمد حشيش، نتكلم أكتر على النادي الأهلي بعد نهاية هذا الموسم وقبل بداية موسم جديد، وجهة نظرهم فيما سيحدث خلال الفترة القادمة. بعد الفاصل كابتن عادل طعيمة وكابتن محمد حشيش. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن عادل طعيمة. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ سعداء بوجود حضرتك معانا. وانا كمان اسعد. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ كابتن اسلام ازيك؟ الحمد لله، ربنا يخليك. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك النهارده، هتكلم معاك عن الدوري وعن كل شيء، ولكن خليني ابدا النهارده في مباراه جيده استطاع الاهلي ان يفوز 4-0 على فريق سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي معظم اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا النهارده معظمهم من النجوم، يعني من النجوم الشباب في النادي الاهلي. الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، هي بدايه كان الحقيقه كانت مباراه، انا سمعت ان المدير الفني قال لهم انا عايزكم تستمتعوا، بيرفع عنهم الضغوط تماما يعني. فطبعا ادوا اداء رائع جدا على مدى الشوطين، وكان هناك سيطره كامله من فريق النادي الاهلي. والحقيقه كان بيقابل النادي الاهلي فريق معظمه مستهتر بالولاد، فكان ادائهم مش هذا الاداء المفروض يعني. ايوه يعني فريق سيراميكا كليوباترا عاملين اداء جيد جدا خلال الخمس ست ماتشات اللي فاتوا. النهارده كان في نوع من الاستهتار، قابله شباب بيأدي بجديه وبيأدي بروح. ايوه وقابل ده وده الحاجه، النقطه مش المضيئة، النقطه العاديه. انك انت قبل المباراه بساعه او ساعتين الجمهور عمال يشجع في المدرج، والفتنه اللي كانت مفروض بتتعمل ما بين الاداره وما بين الفريق، الفتنه دي اعتقد ان اللي كان بيحاول يعملها يعني حس ان هو فشل ذريع. أيوه. لان جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش النادي الاهلي علشان مباراه او عشان بطوله، ده كيان هو بيحب الكيان، بيحب هذا النادي. مظبوط. سواء النتيجه موجوده او مش موجوده، لكن ممكن جدا بيتاثر لانه هو متعود دايما على الانتصارات وعلى الاداء الممتاز وعلى الروح القتاليه. فالحقيقه الولاد النهارده ادوا اداء جيد، وان شاء الله باذن الله تعالى يبقى فيه موسم ان شاء الله كلنا بننتظره الموسم القادم باذن الله تعالى، من خلال مدير فني، من خلال تدعيمات، من خلال ولادنا اللي خدوا الراحه يرجعوا بكامل طاقتهم. اذا كان هناك تدعيمات برضه في بعض المراكز، اعتقد ان شاء الله الموسم القادم هيبقى موسم سعيد على كل اهلاوي وكل مصري باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله. طيب كابتن حشيش خليني ابدا مع حضرتك بقى من الناحيه الهجوميه. الناحيه الهجوميه النهارده 4 اهداف اعتقد كان ليهم مفعول السحر بالنسبه لفريق النادي الاهلي.
طبعا اهداف كتيره حلت الماتش، حلت الاداء، خلت الاداء شكله كويس. فرصه ذهبيه للمجموعه اللي بتلعب، مش النهارده بس الحقيقه، المباريات اللي فاتت كلها. يعني ما اعتقدش ان في يعني ناشئ او ولد صغير لسه تحت السن يجي له الفرصه دي يا كابتن عادل ويلعب اكتر من ماتش في دوري ممتاز عشان يتشاف كويس، مش بيتشاف مثلا ربع ساعه وخلاص يتحكم عليه، لا ده اكتر من ماتش، عشان الماتش الاولاني لو انت نص نص 7-8 اعتقد بالظبط، يعني ماتشات كتيره جدا جدا كتيرة. وبتاخد بتاخد بتاخد ومع فرق مختلفه ومتنوعه، فرصه كبيره اسلام للولاد الصغيرين دولت ان هم يتشاف، عمرها ما حصلت وصعب تحصل وصعب تحصل تاني بالشكل ده، لان طبعا النادي الاهلي على طول طبعا بيفوز بالبطولات وبطوله الدوري وبيبقى لغايه اخر لحظه موجود، حتى لو ما كسبش البطوله بيبقى لغايه اخر لحظه، انما قبلها بفتره يقدر يدي فرصه للناس دي كلها عشان تتشاف، سواء الصغيرين خالص او الناس اللي كانت خارجه من اصابه او ما بتلعبش. فانا شايف ان المفروض الاداره او الجهاز او المعنيين بالامر يكون حطوا ايدهم على النهارده طبعا اخر مباراه، يكون حطوا ايدهم بقى على الناس اللي تصلح انها تبقى موجوده في قوام الفرقه الموسم اللي جاي، والناس اللي هتطلع اعارات، والناس بقى اللي ممكن يعني تتباع نهائي، دي طبعا الحاجه بتاعتهم هم يقدروا يحكموا. قلنا من البدايات يا كابتن اسلام ان لازم الناس تاخد الموضوع بجديه، اللعيبه لازم تبذل جهد كبير عشان تتشاف كويس، اهم حاجه انك ما عندكش ضغط جامد بتلعب. في ناس تقول طب ما هو برضو كانوا ظهروا في وسط نجوم كبار خبره يقدروا يساعدوهم، بس في نفس الوقت برضو انا لما بنزل مع لعيبه كبار بتبقى مسؤوليه وضغط عليا ان انا نازل مع اسماء كبيره ممكن ابقى برضو تديني نوع من انواع الضغوط، انما انا نازل مع اولاد زيي كلهم في يمكن تقريبا في سن واحد، فدي مخففه الضغوطات على اللعيبه كلها. فاللي اثر منهم بقى ما يلومش الا نفسه، واللي اجاد ربنا وفقه فيه اللي جاي ان شاء الله. طيب كابتن عادل، تقييمك لاداء شباب النادي الاهلي خلال هذه الفتره 7-9 ماتشات؟ الحقيقه في بعض الخامات مبشره بالخير. اوكي. محتاجين احتكاك قوي، يلعبوا في ظروف اصعب من كده، لان اللعب في الفريق الاول بيبقى محتاج قوه بدنيه، قوه جسمانيه، روح قتاليه، خبرات. دايما في قطاعات الناشئين من يوم النادي الاهلي ما اتعمل كان دايما ولادنا الناشئين بيبقى دايما بيلعبوا مع فرق، حتى في فتره الاعداد حتى والدوري شغال بيلعبوا فرق اكبر منهم في السن. نعم. الكلام ده كنا في الثمانينات كنا بنعمله، وفي السبعينات وفي التسعينات كنا بنلعب مع فرق مش في السن بتاعنا، تحت 17 سنه. يعني انا اتذكر النادي الاهلي بعتنا رومانيا والمانيا سنه 83 بنلعب رابيد بوخارست، فطبعا اللي بعتنا قايل لهم ان النادي الاهلي بطل افريقيا، ما قال لهمش تحت 17 سنه بطل افريقيا، احنا رايحين تحت 17 سنه، فنروح نلاقي رابيد بوخارست مستعدنا، فنتعادل 1-1 قدام 30,000، وكان ايامها بقى طبعا في الشيوعيه، فكانت تبص تلاقي المدرج فيه الاسلاك الشائكه والحاجات ديت. وبعدين نروح نلعب ماتش ثاني على حدود روسيا نفس القصه، ناديين عاملين معسكر لمده شهر علشان هيلعبوا بطل افريقيا، فنقول لهم يا اخوانا احنا تحت 17 سنه للنادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا. وكذلك كل سنه النادي الاهلي بيوفر لك الاحتكاك ده، تروح المانيا مره ثانيه السنه اللي بعدها نتيجه العرض الرائع اللي انت عملته في الرحله الاولانيه، فيبعتوا لنا يدونا 11 مباراه في كل ولايات المانيا، والولاد يكسبوا 10 ماتشات ويتعادلوا مباراه ويأدوا اداء رائع، واستقبال يعني لو في 500 سفير مش هيعملوا الحاجه اللي اتعملت. كنا بنلاقي المزيكا في الشوارع، الاعلام بتاعت مصر، الاناشيد بتاعت مصر، كانت رحله كانت في منتهى التوفيق. اللي احنا محتاجينه للولاد دول في خامات، الخامات دي محتاجه احتكاك قوي، النادي ان شاء الله باذن الله تعالى يوفر لهم هذا الكلام. وانا افتكر ان في مرات كثيره كان احيانا الكابتن صالح الله يرحمه كان مثلا يكلمني يقول لي عادل ايه رايك في فريق جورماه يكيني
نازل المطار وعايز يعمل ماتش ودي، تاخد تلعب؟ اقول له العب يا كابتن. الماتش تاني مش عارف جامعه ايه او فريق ايه. فالحاجات دي كلها لما الولد بيلعب مع فرقه اقوى منه مش في السن بتاعه، فالولاد دول محتاجين الجهد اللي حصل ده، محتاجين ده باستمرار طول الموسم، مش اعتمد على المنافسه بس. البطوله مهمه يا كابتن، البطوله في غايه الاهميه، انه الولد بيتربى من صغره على البطوله طبعا، بس في نفس الوقت انا بعده انه جسمانيا العضله بتقوى، السرعه، تنافس مع واحد اقوى مني، زي حضرتك لما يكون ابنك بيذاكر مع واحد متفوق، فالاثنين بيشيلوا بعض في الحته دي صح. فدي طبعا هتبقى الولاد محتاجين الحته دي. تمام. طيب كابتن حشيش، المستوى الدفاعي للنادي الاهلي، هل سواريش بصماته الدفاعيه واضحه اكتر من بصماته الهجوميه من وجهه نظرك؟ يعني هو طبعا من خلال المباريات اللي لعبها يعني والنتائج اللي حصلت، هو يعني مهتم بالشق الدفاعي قوي. عشان يعني بالبلدي كده قال لو انا ما كسبتش ما تغلبش. أوكي. خلال الفتره دي يعني، فهو لعب دايما كان بيلعب طبعا في المباريات كلها بالثلاثه ورا، وطبعا الطرفين بيبقوا زقين على نص الملعب، وشفنا الحقيقه دي برضو يعني ادت نوع من برضو التامين الدفاعي كويس بين الثلاثه اللي هم موجودين، الثلاثه المفروض المساكين اللي ورا. يعني انا شايف كمان ان رامي ربيعه متالق خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن الفترات اللي قبلها كابتن عادل ما كانش لسه برضو بالمستوى المطلوب، لانه كان بيلعب ماتش وما لعبش ماتشين ثلاثه. لما لعب خلال الفتره اللي فاتت دي بخبراته طبعا الكبيره ادى كويس. محمد عبد المنعم نفس القصه. يعني انا شايف طبعا ان الحته الدفاعيه هو كان يعني مهتم بيها وجابت الاثر بتاعها، وطبعا اي فرقه في الدنيا اهم حاجه لو دفعت كويس هتقدر انها تكسب، انما لو انت ما دفعتش كويس ولا قدر الله دخل فيك هدف بيبقى صعب مع الفرق اللي دايما بتلعب النادي الاهلي، تطلع كل امكانياتها وكل طاقتها وممكن تخطف هدف وترجع تقفل الحته بتاعتها ما تقدرش ان انت تعمل. انما النادي الاهلي التامين الدفاعي ده هو بقى اللي بادر بالهجوم، والنهارده يعني شايفين اكتر من هدف وهدف ملعوب، واللعيبه كمان الصغيره ابتدت من كتر الماتشات اللي بتلعبها. أيوة. خدت ثقه. أيوة هو ده. يعني خدت الحقيقه الثقه، يعني في لعيبه بدات 50 60% ابتدت تاخد الثقه في الملعب، لان برضو خضت الفرقه الكبيره ان انا يعني فجاه بدون سابق انذار ان انا كابتن عادل الاقي نفسي بلعب في الدوري الممتاز في الفرقه الكبيره، وباخد ماتش وبلعب قدام مصري، بلعب قدام اتحاد، بلعب قدام فرق كبيره كنت يعني بسمع عنها ويعني حلمي ان انا ابقى موجود بس في يوم من الايام على دكه الاحتياطي. لا ده انا بلعب في الملعب. كمان في نقطه ايجابيه كبيره جدا، ان هم برضو انا شايف ان هم حظهم يا كابتن احسن من الاجيال بتاعتنا اللي كانت بتاخد يعني ربع فرصه عشان في وسط نجوم كبار، ولازم من اول مباراه لازم تقدم مستوى كويس قوي عشان تقدر تكمل او ما تكملش. انما هم كمان، وكان الجمهور وقتها طبعا ولد صغير منتظر منه حاجات كتيره، دلوقتي الجمهور بيشجع الفرقه الحقيقه بظروفها اللي موجوده، بيشجع اللعيبه سواء مغلوبين كسبانين متعادلين، الجمهور الحقيقه له عامل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي واعي جدا ان هو وراهم في كل مباراه، وانا متاكد ان لو كان يتسمح لجمهور النادي الاهلي وكان مسموح بعدد اكبر واكبر واكبر كانوا راحوا شجعوا اللعيبه الصغيره دي وكانوا شجعوا الفرقه، لان جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي تاريخ كبير قوي ومؤسسه كبيره جدا جدا، مش خساره دوري عام هي اللي هتفرق مع النادي الاهلي ولا تفرق مع اداره النادي الاهلي او تفرق مع جمهور النادي الاهلي، لان دي لازم يعني زي ما بقول استراحه محارب عشان نبدا تاني ان شاء الله نلم الشمل ونظبط الفرقه، ولو في اخطاء معينه في الاختيار بعض اللعيبه اعتقد ان الفتره اللي جايه هيبقى في حاجات كتيره قوي قوي، وزي بقول لك فرصه كويسه قوي قلت الكلام ده من فتره للاداره انها تقدر تحكم كويس قوي على اللعيبه الموجوده، لان في لعيبه في النادي الاهلي ما عليهاش خلاف اللي هي ممكن تكون واخده راحات دلوقتي، انما الشق الاكبر اللي بيلعب دلوقتي كل مباراه بنشوف حوالي يمكن 14 15 لعيب ما بين صغيرين وما بين راجعين من اصابات بيلعبوا، فشفنا كم لعيبه في اكتر من موقف واكتر من مستوى اكتر من اداء يتحكم كويس ان شاء الله عشان الاختيار يبقى سليم. يعني سواريش كيف استفاد يا كابتن من الاعتماد على فريق او مجموعه من الشباب؟
هو الحقيقه انا بحس ان هو تفكيره بطيء جدا في عمليه الحكم على اللعيبه، يعني ما بيستوعبش مهاره اللعيبه بسرعه يعني، ودي عيب انا بشوفه عيب خطير جدا. يعني لما اي مدرب عنده موهبه التدريب ودارس وعنده خبرات، مجرد ما حضر في النادي تمرينه واثنين وثلاثه خلاص ابتدى يعرف ميزات كل لاعب وامكانيات كل لاعب. فهو الحقيقه قعد يمكن 12 ماتش يا كابتن ولا تقريبا اكتر شويه، تقريبا 12 ماتش. و بيبقى فيه احيانا تغييرات او بدايه التشكيل بتحس ان برضو في شويه حاجات كده. 17 ماتش بالنهارده. 17 ماتش، ف بيبقى احيانا في علامات استفهام. يعني انت شفنا محمد محمود، محمد محمود ده في حب رباني كده الناس كلها مجمعه عليه. مش يمكن مثلا في محمد، اصل انا لسه حد كان سالني السؤال ده. ايوه محمد محمود، ف الطبيعي زي ما كابتن حشيش قال ان مجموعه اللاعبين اللي موجودين دول يا كابتن انت بتختار منهم للموسم اللي جاي، صح؟ ممكن يكون ان هو استقر على محمد محمود فبيدي فرص ثانيه للاعبين اخرين. يعني انا قلت عايز اشوف اكتر كم اللعيب، عايز اشوف اكبر كم. يعني هو بالنسبه له محمد محمود يعني خلاص بقى، يعني بالنسبه له اصبح ان هو اقتنع بيه، خلاص اقتنع بيه، فيشوف مثلا اسلام او كابتن عادل او كابتن يعني انت فاهمني، قد يكون معرفش هل ده متاح في التدريب، انا معرفش حضرتك اللي تقول. لا لا صعب يا كابتن. انا هقول لحضرتك حاجه، اي فريق بحجم النادي الاهلي وبحجم الفرقه الكبيره بيتكون من ثلاث عناصر: عنصر الخبره، وده بيبقى بين ست سبع لاعبين، تمام، وعنصر الشباب الناضج، شباب تلت وتلت وتلت، حضراتكم علمتونا كده. لا الشباب ممكن بيبقى اثنين ثلاثه تلت. انما قوام الفرقه، قوام الفرقه زي مثلا نقول مثلا ايه، زي حمدي فتحي اوكي، ديانج 23 سنه 27 سنه 26 سنه، ده بنسميه شباب ناضج. ويبقى الفريق فيه 3 4 بكتير قوي 5 دول من عناصر الشباب. ده السكواد كله يعني ال 30 ال 30 او ال 35 فده قوام الفرقه اوكي. فانا لما يكون عندي مثلا محمد محمود، فانا الراجل ده بقاله 3 سنين ما بين اصاباته، الولد ده كان محتاج جدا انك انت على الاقل تبتدي بيه اربع خمس ماتشات من ال 17 ماتش ده. محمد محمود انت بتنزله اخر دقيقتين يروح جايب لك جول، تنزله اخر 10 دقائق يروح جايب لك جول، حتى لما ايام موسيماني ينزله في الاخر تبص تلاقيه عامل لك ضربه جزاء. الماتش اللي فات الراجل بيعمل ستارز في وشه وهو واخدها بدماغه في ماتش الطلائع، فروح قتاليه بيفكرني بوليد سليمان، نفس الروح. انا اتكلم عن وليد بس الجزء الجاي الروح القتاليه الروح القتاليه والحب الشديد قوي. في كاميرا جابته من ورا الجول لما ضربه الجزاء والكاميرا جابته وهو بيسخن احتياطي ومش هينزل، بينزل اظن في اخر 3 4 دقائق. انا كمدرب لما اشوف عنصر زي ده انا ما اشيلوش في 17 ماتش اوكي، لان ده محتاج الناس حباه من غير ما يلعب، فبينزل 10 دقائق او بينزل 7 دقائق او بينزل 5 دقائق حتى من ايام موسيماني بيأدي اداء رائع جدا. ايوه فبرضه في ماتشات احنا خسرناها ما كانش المفروض ان احنا نخسرها نتيجه الاصرار برضه على 3 4 لاعبين ما كانوش بيأدوا، منهم مكسيمو اسمه ميكيسوني ميكيسوني برضه يعني في يعني راي بيقول ان انا طالما الراجل ده انا يعني هل انا بسوقه؟ لو انا بسوقه ماشي، لكن انا برضو عايز اشوف خلينا بعيدا عن هذا الامر لانه من بكره ان شاء الله هيبتدي يتم الاعلان عن كل شيء واحده واحده اعتقد تباعا. انا ده برضو مش خبر ولكن يعني اعتقد ان يعني ما قيل خلال الفتره السابقه ان اي صفقات سيتم الاعلان عنها بعد نهايه الموسم، وبالتالي الموسم النهارده انتهى وده يقول لنا ان احنا ابتداء من بكره ان شاء الله صباحا لغايه بقى امتى هنشوف الصفقات سوف يتم الاعلان عنها تباعا خلال الفتره اللي جايه. انا ممكن يا كابتن عادل يعني بعد اذن حضرتك ممكن يكون كلام الكابتن عادل صح في الظروف الطبيعيه، انما الظروف الاخيره دي واضح قوي ان هي مرحله التجارب مش مرحله النتائج. يعني انا اقصد النتائج مش هتبقى الفيصل مع المدير الفني ده، الفيصل بتاعه هو
اختيار اللعيبه دي او اتاحه الفرص الكتيره للعيبه دي عشان المسؤولين او هو شخصيا اذا كان قاعد او ماشي او 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 ان هو هيختار، لان مفيش ضغوطات، مفيش يعني اجبار انك الماتش ده لازم تكسب النقطه كذا، لو تعادلت مشكله، بدليل احنا الماتشات دي في ماتشات منها خساره وماتشات تعادل وماتشات مكسب و و و. فهو الغرض الاساسي ان هو يشوف اكتر عدد من اللعيبه، واعتقد ان هو ادى فرص للناس اللي هي ممكن يبقى لسه كابتن عادل ما عليهمش الاختيار الاكيد، او هن لسه عايز مثلا ولد خد وما اداش بالشكل المطلوب، فهو عايز يديله تاني مره واثنين وثلاثه عشان يتاكد من مستواه. أيوة. عشان يقدر يحكم عليه كويس خلال الفتره دي، فهي فتره التجارب مش فتره النتائج، او لازم يعني الضغوطات مرفوعه عنه يعني. لا بس هي انت عندك 17 مباراه كانت من البدايه، من ساعه ما جه كان هناك بعض المباريات، احنا بعض المباريات طبعا احنا ظلمنا فيها من الفار ومن التحكيم، في بعض المباريات لو احنا كنا ادينا فيها كنا منها المقاولين وفاركو كذا كذا مباراه، كان ممكن جدا لو احنا خدنا النقط دي كان ممكن جدا الدوري ما يبقى لسه في تبقى انت برضه لسه في المنافسه، مش الدوري ما خسرتهاش يعني، تاني يعني بالظبط او على المركز الثاني. وبعدين جمهور النادي الاهلي واحنا ما تعودناش على التجارب في دوري ممتاز، لا جمهورنا يعني بيبقى قاعد في البيت يعني قمه سعادته لما الفرقه بتكسب، بتلاقي يعني الناس مبسوطه ليه النهارده واحنا خدنا حاجه؟ اه بالظبط كلام عليك يعني مكسب سكور. الجمهور قاعد في المدرج وعارف ان احنا مركز ثالث، وطبعا الكلام ده ما حصلش من 38 سنه اول مره، 38 سنه ولا 30 سنه يعني 30 سنه الواحد بينسى اصله ما بتحصلش 30 سنة, سنه انت مركز ثالث. وبعدين انت معظم يعني مش عايزين نتكلم على حد، لكن اللي انا بقوله انه جمهورنا دايما متعود ان انا مركز اول، بعد المركز الاول اي مركز بعد كده بالنسبه لي ما بيفرقش، انا بشتغل دايما على المركز الاول. فحته ان انا جمهوري يبقى انا نازل علشان الناس في كل مكان في مصر بتتفرج على تيم مهما كان التيم ده، متعودين هم من نشاه النادي الاهلي. مظبوط. حتى لما حسين حجازي حصل مشكله ولعبوا بالاشبال والنادي الاهلي خد البطوله ساعتها، ده نتيجه انك انت لعبت بالاشبال في مرحله، وكذلك على مدى السنين التجربه دي مستمره. نعم. لحد يومنا هذا. فانا حته التجارب في النادي الاهلي ما تبقاش في الوقت ده وبالكم ده، لا يبقى انا في الوقت ده طالما انا قرار رائع من مجلس الاداره ومن كابتن الخطيب ان فتره الراحه دي هتبقى مفيده جدا عشان ثلاث اربع مواسم جايين، لان الدوري الموسم القادم هيبقى فيه انتظام. نعم. هتخلص في شهر 6، هتاخد الشهر الاجازه بتاعك، صح، هتبتدي تعمل فتره اعداد، يبقى احنا خلصنا السنه الاستثنائيه وداخلين بقى على سنه من المفترض ان احنا الواحد زهق من كلمه. مفيش حد بقى يقول لك الرمى فوطت ايه اللي اترمت، لا ما انا بلاقي معظم الاجهزه المسؤوله يعني واقفه يعني شديده جدا ضد النادي الاهلي. طب الحل بتاعها ايه؟ لا الحل بقى انا مش هخسر الاثنين، لا الولاد بتوعي اللي هم منهكين ثلاث سنين مفيش راحه، لا اتفضل ريح خد راحتك تماما، انت عايز تودي البطوله في مكان معين وديها، بس انا مش هخسر كل حاجه، ولاد هياخدوا فتره الراحه بتاعتهم، المصاب يعني يحصل له عمليه العلاج، هبتدي اجيب قوام مدير فني، هجيب تدعيمات، كل الامور دي هبتدي اشتغل عليها واشتغل عليها بدقه وحسن اختيار، وبنقي العناصر اللي هي فعلا بتتمنى لبس التيشيرت الاحمر علشان ما يبقاش فيه زي ما بنشوف كده اللي احنا هنتكلم عليه كمان شويه. فمش راجل مادي، راجل عارف يعني ايه التيشيرت بتاعت النادي الاهلي. فانا يعني بقول لمحمد يعني حته التجارب في النادي، وجهه نظر دي صحيحه ودي صحيحه، دي مدرسه ودي مدرسه، في ناس بتاخد. لا انا وجهه نظري الصحيحه. انت وجهه طبعا يا كابتن، احنا نقدر نقول كده طبعا، ده لازم. اصل انا قبل ما اكون شغلت في النادي الاهلي او لاعب او خلافه، انا من جمهور اللي بيعشق النادي الاهلي. طبعا ما احبش الفانيله الحمراء تتغلب ابدا. طبعا ابدا طبعا، حتى لو انا هلعب فن كبير يا كابتن، دي اهم كمان بقى. انا ما احبش ابدا الفانيله الحمراء. احنا لعيبه فقط كنا يعني. لا لا، وانت جمهور برضه ومدير فني كبير يعني. فانا الفانيله الحمراء ابدا طبعا ما تبقاش داخله تحت تجارب مهما كان. اوكي. فعلشان كده لما بنقول اللي بيشتغل في النادي الاهلي
وخاصة في قطاع الناشئين لازم يبقى عامل حسابه وانت بتشتغل، اعمل حسابك ان انت الولاد بتوعك دول في اي وقت يطلب تبقى انت واقف على رجلك ما بتتفسحش. ايوه شغل ليل ونهار، وزي ما بقول لحضرتك من ايام ما كنا بنحلل سوا، فين الشغل الفردي وفين الشغل التخصصي وفين اليوم المفتوح. انا الحاجات دي هفضل مصر عليها لحد يعني اخر العمر. الشغل البدني، الشغل اليوم المفتوح من الصبح، كل انديه العالم بتعمل اليوم المفتوح طول اليوم، الولاد يجوا يقعدوا مع بعض ويشتغلوا. الشغل التخصصي، انت النهارده الحاجات اللي بتيجي بالعرض والحاجات اللي التسديدات والحاجات دي، انت بتلاقي ميسي كل يوم بيتمرن على الفاول اللي بيتحط من بره، هو ما بيلعبهاش كده وخلاص وما بيتمرنش عليه، كل يوم يا كابتن بيعملها، كل يوم بيفضل يتمرن دي بالخمسين ستين كورة علشان الكورة تروح في الحتة دي. بكتر التمرين خلاص الممر العصبي اللي جاي من الدماغ رايحة على طول، يعملها كده بتروح رايحة كده، ليه بيبقى زي ضربة الجزاء بالظبط. أوكي. فجمهور النادي الأهلي جمهور أعظم جمهور في العالم طبعا، ولازم أبقى عامل حسابي وأنا بشتغل في النادي الأهلي في أي وقت هيطلب مني أي جندي هيطلع من أول تسريحة الشعر يا كابتن لحد طريقة الكلام، ثقافته، حب النادي، حب لزميله، احترامه لمدربه، احترامه للشعار بتاعه، التسريحة لازم النادي الأهلي قدوة. لما بتلاقي واحد بيرفع الشورت بتلاقي الولاد في الشارع رافعين الشورت، لما تلاقي واحد عمل تسريحة الناس بتقلده. فعشان دي بتبقى مسؤولية كبيرة جدا على المسؤولين في الـ في الـ في النادي. واعتقد انه باذن الله تعالى ولادنا صحيح جايين من فتره ما كانش فيه تدريبات او حاجه، فطبعا الفتره دي يعني زي ما بيقولوا كده تاخده كده يعني غدرا، فانما وجهه نظري لابد ان احنا نبقى مستعدين لاي محفل نبتدي نشتغل عليه، وباذن الله تعالى بالتوفيق باذن الله تعالى. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم على واحد من النجوم الكبار الحقيقه اللي النهارده اعلن اعتزاله، وليد سليمان. طبعا مصر كلها بتحتفل بوليد سليمان، كل الاهلاويه في كل مكان على السوشيال ميديا بتحتفل بوليد سليمان. النهارده قناه النادي الاهلي من الصبح لغايه دلوقتي في كل البرامج وفي كل اللقاءات بتحتفل بوليد سليمان. ليه؟ لانه انسان مختلف ولاعب مختلف، ان شاء الله ان شاء الله يكون كادر جيد للنادي الاهلي سواء في الناحيه الفنيه او الاداريه او الاعلاميه. ده اللي هنشوفه بقى من قراره خلال الفتره القادمه. بعد هذا الفاصل وليد سليمان واعتزال وليد سليمان مع كابتن عادل طعيمه وكابتن محمد حشيش. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يظل دائما من يحب جمهور النادي الاهلي ومن يتمسك بمبادئ واخلاق النادي الاهلي يظل دائما في قلوب كل الاهلاويه. وليد سليمان النجم وليد سليمان اعتزل اليوم واصبح وليد سليمان خارج الملعب، ولكن سيظل دائما يا كابتن عادل في قلوب كل الاهلاويه. هذا الرجل احنا كلنا بنعشقه من سلوكه ومن حبه للنادي الاهلي. نعم. يعني الراجل ده ما ترباش في قطاع الناشئين في النادي، مع ذلك حبه للنادي الاهلي وكان انتمائه وهو بيلعب حتى في انديه البترول وخلافه. وقبل ما يجي اعتقد انه دخل مستشفى وعي بمرض نفسي وعضوي علشان كان رغبته انه يجي النادي الاهلي، وكان بعض المسؤولين كانوا رافضين انه هو يجي النادي الاهلي. لن ابالغ لو قلت ان وليد سليمان لو اتيحت لي الفرصه للاحتراف كان لن يقل عن محمد صلاح. الراجل ده بيتميز بالتواضع، وليد بيتميز بالتواضع باتقان مهنته، بحبه الشديد لكره القدم، لتفانيه في الاداء الجماعي، عمره ما كان بيلعب فردي، المهاره الفنيه العاليه كصانع لعب في الكرات الثابته، كل ما هي جوانب فنية على أعلى مستوى. الراجل ده لو أتيحت ليه الفرصة أنه كان يحترف والله لن يقل عن محمد صلاح، لأنه عنده كل الميزات التربوية، عنده إنكار الذات، عنده التواضع، عنده حب الآخرين،
بيقصر على نفسه، راجل مش مادي زي ما حضرتك تفضلت قبل كده امبارح، راجل كل الميزات، عنده صفه القياده. كل الناشئين اللي طالعين النهارده بيقولوا الراجل ده كان على طول في ظهرنا وعلى طول بيحفزنا، فبيبقى داخل الملعب وخارج الملعب. نعم، انا بشوف انه كم من المميزات اللي ربنا اكرمه بيها واكرمنا بيها ان الراجل ده بيلعب في النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تعالى الفتره اللي جايه باذن الله تعالى هيفيد النادي الاهلي جدا في اي موقع هيشتغل فيه، سواء اداره او تدريب او اعلام او اي حاجه هيشتغلها. اعتقد باذن الله تعالى هيكون اضافه من الاضافات القويه جدا، لانه هيبقى مؤثر في اي حته هيتولاها، سواء في الاداره او في الشركه او في اي حته هيتولاها. اعتقد انه هيبقى اضافه عاليه جدا ومقنع، وراجل الجانب الادبي عنده قبل اي حاجه في الدنيا. كل انسان مننا ربنا بيخلقه على الفطره، نعم، بيبقى بيحب الماده شويه كده شويه، طبيعي طبيعي. الراجل ده ما عندوش الحته دي، عنده الجانب الادبي زي ما دايما بنقول مع الفارق. طبعا ميسي عنده فلوس كتير قوي تعيشه 200 300 سنه، ومع ذلك الراجل بيتقن عمله قوي علشان الجانب الادبي، انه ازاي بيمتع الناس، بيمتع العالم كله. مزبوط. من خلال موهبته. وليد سليمان من النوع ده، ان هو راجل الجانب الادبي بيركز عليه جدا، وربنا بيديله بعد نظر. كان ممكن جدا لما بيجيله عروض كويسه ماديه كان ممكن جدا انه كان يروح، ومع ذلك نظرته اللي ربنا اداها له والحكمه اللي ربنا اداها له، انه عرف قيمه المكان اللي هو فيه والشعار اللي هو لابسه، وعارف ان هو لما هيبطل لابد هيبقى في قلوب الناس والناس حابينه وهيبقى موجود في المكان ده، مش عشان هيستفيد، لا ده عشان هو اللي يفيد ويخدم المكان ويخدم الاشبال ويخدم الكبار ويخدم هذا الصرح اللي هو اصلا بيعشقه. فاعتقد انه الصفات دي يعني موجوده في ناس كتير، بس وليد اكثرهم، وخاصه في النادي الاهلي اكثرهم بالنسبه للجانب الادبي ده اللي احنا كلنا بنتمناه لوليد، انه ان شاء الله في الفتره اللي جايه يكون مؤثر جدا زي ما كان مؤثر في الملعب وخارج الملعب، يكون مؤثر في اي مكان النادي هيختاره له علشان يخدم فيه هذا الصرح العظيم. كابتن حشيش، طبعا انا مبسوط ان انا بتكلم على وليد سليمان، يعني مش عشان فعلا هو يعني اعلن اعتزاله فانا هتكلم عليه كويس، لا، انا رايي معروف في وليد من فتره كبيره ومن زمان في اكتر من لقاء. انا بحبه لجوانب كتيره جدا جدا. اي لعيب في النادي الاهلي او في مصر عنده تاريخ كبير من البطولات ومن المباريات وعدد وكم كبير من المباريات، ممكن يبطل وممكن بعد شهر شهرين يتنسي. اللعيبه اللي بتفضل في قلوب الجماهير بتاعتها وجمهور النادي الاهلي، اللعيبه اللي هي عندها جانب شخصي مهم جدا جدا. وليد سليمان عنده الجانب الثاني في شخصيته، حبه الكبير جدا للنادي الاهلي وتفانيه في خدمه النادي الاهلي. انا عمري ما تخيلت او شفت وليد سليمان في مباراه من المباريات، سواء راجع من اصابه، سواء نازل احتياطي وبيلعب اخر 10 دقائق اخر 5 دقائق، اللي بيلعب بكل قوه وحماس لدرجه انه ممكن يعني وجوده في الملعب حتى لو اللعيبه مريحه، مجرد ما وليد بينزل المباراه بتلاقي اللعيبه كلها اتحمست وبقت يعني بتبذل بكل طاقتها. وليد عنده التواضع، لعيب متواضع، نجم كبير، احرز بطولات كبيره، جاب اهداف مؤثره كتيره جدا جدا، 22 بطوله في النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. لعيب مهاراته عاليه جدا جدا. عمرنا ما شفنا مشكله لوليد سليمان في خلال الفتره اللي قعدها مع النادي الاهلي، وكنا نسمع دايما انه قبل التجديد بيمضي من غير ما يقول انا عايز كام او في مبلغ كذا او حاصل مناقشه على التجديد. هي اللعيبة دي اللي بتستمر حتى بعد ما تبطل في قلوب الجماهير الكبيرة. النادي الأهلي ما بيقدرش يتخلى عنه، هو بيتخلاش عن لعيبته، بس النوعية دي بالتحديد بيبقى عايز يستفيد منها خارج المستطيل بقى الأخضر، في إدارة، في تدريب مثلا في القطاع، في أي بوزيشن، في على المستوى حتى الإعلامي لازم يبقى موجود، والناس تحب دايما تشوف
وليد سليمان، لعيبه كتيره جدا زي ما بقول لك بتبطل النهارده خلاص بكره. الكابتن خطيب اسطوره ليه؟ كابتن خطيب بعد ما بطل من 87 لغايه النهارده يعني شعبيه غير عاديه لغايه النهارده. النهارده ما يقدرش يمشي في حته، ما يدخلش يحضر اي مناسبه الا الناس قاعده تصور معاه. والظاهره الغريبه كمان ان بتتوارثها الاجيال، حتى اللعيبه الجمهور اللي ما اتفرجش عليها كابتن عادل بيحبوا، تلاقي الولاد الصغيرين عارفين الكابتن خطيب وعايزين يتصوروا معاه وعايزين نجم كبير. جزء كبير غير الشخصيه، غير الموهبه وغير الاجوان التاريخيه العظيمه وغير الاداء العالي جدا، هو شخصيته ومواقفه مع النادي الاهلي، هي دي اللي حببت اكتر في الجماهير النادي الاهلي وباقي في قلبهم لغايه النهارده. وليد سليمان هو ده من نفس النوعيه ومن نفس المدرسه، انه الناس فاكره له كل حاجه كويسه وتفضل فاكره له كل حاجه كويسه. زي ما بقول لك مواقفه كتيره عمرنا ما شفناه خد عمل موقف وحش، كان اساسي ولعب احتياطي وهو نازل مثلا عمل موقف كذا ولا كذا ولا كذا مع اي مدرب. يمكن انا على المستوى الشخصي سافرت مع النادي الاهلي يمكن من حوالي 5 6 سنين بطوله افريقيا في دور من الادوار، وكان بيلعبوا الافريقي تونس وكان وليد موجود. شوف التواضع بتاع وليد مع اللعيبه الصغيرين وبيتكلم معاهم ازاي ككابتن من كباتن الفرقه، وازاي بيتكلم كمان وعلاقته الحلوه باصغر ناس في الفريق يا كابتن عادل او في الجهاز اللي هم مثلا عمال اوضه اللبس او كلام من ده، حاجه يعني كبيره جدا. واعتقد ان وليد قدوه للعيبه الثانيه انها يعني تاخد او تحتذي باخلاقه بسلوكياته عشان توصل لان شاء الله اللي وليد عمله ويقدروا يخدموا النادي الاهلي زي ما وليد خدم النادي الاهلي يعني. شكرا وليد سليمان، وان شاء الله دائما يكون متواجد مع النادي الاهلي وفي قلوب كل الاهلاويه. هنطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل الجونه الهابط الثالث رسميا في الدوري العام المصري بعد نتائج اليوم. نسال كابتن عادل وكابتن حشيش رايهم في هذا الكلام، ولكن بعد هذا الفاصل. كابتن عادل، الجونة أصبح ثالث الهابطين رسمياً مع نادي المقصة، لتأكد هبوطه منذ نصف الدور الثاني على ما أتذكر، ثم إيسترن كومباني يتأكد هبوطه من أسبوعين، والنهاردة بيتأكد أو بنادي الجونة بيصل إلى المركز أو النقطة 36، ولكن مع المحلة 36 نقطة أيضاً بعد تعادلها مع الاتحاد. ولكن المواجهات المباشرة تقول أن الجونة ينزل، وبالتالي يصبح الجونة وإيسترن كومباني والمقصة ثلاث هابطين من الدوري الممتاز. أنت عايز الحق؟ كابتن هو دوري سيء قوي والله في المقدمة على فكرة، في المقدمة والمؤخرة. كابتن عادل من الناس اللي يعني إيه بيحب يمسك لسانه شوية، لان احنا بنتكلم في الفاصل دلوقتي، فيعني الكلام مش احنا اللي بنقوله على فكره بس، لكن ده على السوشيال ميديا. تخش انا داخل على بص على السوشيال ميديا نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله بالظبط في الفاصل، يعني ان الدوري ده سيء، مش هقدر نقول اكتر من كده. ولا انا عشان كده برضه انا ماسك لساني، هو دوري سيء في بكل حاجه، سواء في العدل في الجمهور اللي بيدخل، في التحكيم، في الفار، في تكافؤ الفرص. فريق بيقعد اسبوعين ثلاثه وفريق بيلعب ثلاث اربع ماتشات في اسبوع، دعم غير طبيعي، تزوير في قيد. انا ما شفت يعني ما فيش حاجه صح اتعملت هذا الموسم يا كابتن. حتى الفرقه اللي نزلت يعني الشرقيه للدخان، اعتقد ان الفرقه دي ما تنزلش اوكي، ولا الجونه تنزل. لكن هناك يعني في حاجات يعني مش عايز اقول يعني 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 كفايه كده ان هو فعلا وجهه نظر في ناس اتظلمت يا كابتن، لان في جوال جت جول مثلا 2 متر اوف سايد ما تحسبش. طب فين الفار وفين اللاين مان وفين الحكم في مباراه؟ اصل انا ما اتفرجتش النهارده، انا متابع كل الماتشات دايما. الماتشات الاخرانيه دي بتبقى ليها قصص كثيرة يعني. في ماتش يا كابتن منهم جول ضرب جزاء بيشاور بايده للراجل اللي هيشوط يقول له حطها هنا. فهل والله والله يا كابتن لما تخش على السوشيال انا شفتها بنفسي بعد ما كنت مش مصدق. ف
يعني ليه كده؟ يعني احنا ما تعودناش على الدوري دايما بيبقى فيه حته المنافسه بشرف، ومن غشنا ليس منا، اللي بيغش مش مننا، مش مسلم او مش ده على افتراض ان لو حصل حاجه زي دي يا كابتن، لانه ده في النهايه دي كلها ما بتكلمش على حد اسمع بالظبط كده بتكلمش على حد، لانه في النهايه الناس دي كلها لها احترامها وانديه كبيره جدا ولها اسمائها، لكن دي وجهات نظر لو او يعني امور لو كانت حقيقيه كانت تبقى. انا ما بقولش حتى على السوشيال ميديا يا كابتن على فكره كاتبين معظم الكلام انا واكتر مش عايز اقول اكتر كمان، لكن في الاخر ده السوشيال ميديا. احنا هنا انا بتكلم يا كابتن، ما جبتش سيره اي نادي، انا بقول انه يعني السيء حتى فوق الشغل فوق علشان تطلع البطل كان في نوع من الظلم البين، وخاصه للنادي الاهلي. نعم. من حكم، من فار، من جواب بيستخبى، من بيضيع لك بطوله كتير بقى. مش ضيع لك بطوله يا كابتن، في ناس بتنسى ان البطوله دي بطوله افريقيا للمره الثالثه كانت بتدخل لك اقل حاجه 10 مليون دولار، 10 مليون دولار مكاسب ماديه كانت هتخش خزينه النادي او خمسه. فالمبالغ دي واحد موظف منعها عنك ومنعها عن الدوله، عمله صعبه كانت هتجيلك. بتجيلك بالدولار صحيح، 5 مليون دولار بتجيلك بالدولار. تخيل يا كابتن عشان انا وبعدين هذا الرجل لم يعاقب لحد النهارده، ما اعرفش ليه. فحتى فوق المنافسه فوق ما كانتش منافسه. يعني حضرتك شايف ان الجونه وايسترن كمباني كانوا لا يستحق ان هم ينزلوا؟ طبعا المقصه كان عندهم ظروف ماليه وما فيش تدعيم ولا، لكن الاداء كان واضح جدا في الجونه وال ايسترن كمباني. ايسترن كمباني الحقيقه الفرقتين في اخر 3-4 ماتشات، يعني الجونه كسبان فيوتشر الماتش اللي فات 2-1 في اخر ثانيه، وشفنا علاء عبد العال الحقيقه من ولاد النادي، الراجل ده عامل طفره مع فرقه لا اتدعمت وامور ماديه صعبه، ومع ذلك الظلم ظلم بين في ماتشات كتيره جدا. ايوه. فانا ما بدافعش عنه ولا بقول ان هو مثلا ما يستحقش او يستحق، لكن بقول ان كان هناك بعض الاخطاء القاتله في النزول تحت كانت اثرت على الفرق اللي كانت ممكن اللي هي تقعد. فالمحله برضو في ماتشات اتظلمت فيها، يعني بعد ماتش الاهلي رئيس الشركه الحقيقه طلع ويعني قال ان احنا اتظلمنا وبتاع، وبعدين راح كارر 6-7 ماتشات خساره فما بيطلعش يتكلم. فطبعا دي كلها حاجات انا بشوف ان هي دوري سيء، وارجو ان احنا ننساه، لانه فعلا الناس كلها لازم تقف وقفه رجل واحد، ونخلي الدوري بتاعنا اللي قيمته عاليه جدا والعالم العربي كله بيتفرج علينا والعالم كله في اوروبا بيتفرج علينا، رجاء رجاء الموسم القادم. نعم. كل ما هو سيء حصل هذا الموسم وفي ناس اتظلمت. انا كان معايا امبارح النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه المحترفه، والحقيقه وعدني بهذا الكلام، او وعد الناس مش وعدني، وعد الناس بان الموسم القادم سيكون مختلف، هتكون بدايه ونهايه محدده، هتكون المباريات هيتحط لها روابط او ضوابط معينه بالنسبه للمباريات، كل الفرق اللي بتلعب في افريقيا مش الاهلي، اهلي وزمالك وبيراميدز وفيوتشر، كل الفرق اللي هتلعب في افريقيا هيكون ليها ضوابط معينه، بحيث ان انت مثلا لو لعبت لو واحد فيهم لعب يبقى الثلاث فرق هتلعب بنفس الطريقه وبنفس الشكل، عدد الجماهير اللي من الممكن ان يكون هناك زياده كبيره، وما قاليش ان ممكن تكون زياده، ولكن ان شاء الله يبقى في زياده كبيره، في عدل بس يا جدع. يبقى في عدل، مفيش فرق 2000 وفرق 10. قال لي ان احنا الحكام مش معانا، ولكن قال لي احنا هنقعد مع الحكام وهنقول ان السنه دي كانت متأسوأ السنوات التحكيميه، لكن السنه الجايه تبقى افضل مع وجود كلاتن بيرج، بدليل التحسن اللي حصل في 17 نادي يا كابتن عاملين شكاوي الا نادي واحد، يعني 17 نادي من 18 عاملين يشتكوا. شكاوي. فدي طبعا فهو موسم سيء في كل شيء، نرجو ان الموسم القادم كل المشاكل دي تبقى مش موجود ان شاء الله. كابتن حشيش، يعني بصراحه طبعا يعني تكمل الكلام بتاع الاستاذ احمد دياب، طبعا يعني بالنسبه لاول سنه رابطه هم نجحوا بصراحه في الاداره الى حد ما، طبعا في حاجه خارجه عن ارادتهم هي طبعا موضوع التحكيم ده، واعتقد ان بالقصه الجديده وكلاتنبرج والتحسين المستوى وبتاع نتعشم، يعني في عناصر معينه يعني نتمنى بقى ان احنا نشوفها في الموسم الجاي، زي طبعا تحكيم يبقى مستوى غير كده. نعم. فار مختلف تماما، تقنيات احسن من كده، تصوير المباريات كمان عشان يساعد
موضوع الحكام والفار والكلام من ده. لو هرجع بقى للفرق اللي هبطت، يعني بغض النظر طبعا يا اسلام عن اللي حصل في المباريات الاخرانيه يا كابتن عادل، ودي ترجع بقى طبعا يا ربنا يحاسب كل واحد على قد نيته، انما ده لازم يبقى انذار للفرق. أيوة. ان الدوري ما بقاش دوري سهل. صح. لازم عشان تخش بقى الدوري الممتاز وتبقى موجود في الدوري الممتاز لازم تستعد كويس، لان في انديه كتيره وانديه شركات وناس دخلت. بس معلش ما تزعلش مني. الانديه دي اللي ما بتلعبش في افريقيا. تمام. وبالتالي كان عندهم فرص كبيره جدا وطويله جدا ان هم يبقوا بيستعدوا بشكل جيد. ده مره واثنين وثلاثه واربعه. الاهم من كده اسلام حاجه. هي دلوقتي الدوري او الكوره او الكلام ده كله واضح ان هي مساله امكانيات. اوكي. انت بتتكلم على فيوتشر. طيب اول سنه، اول سنه مربع ذهبي. انا اقول لك ان الشرقيه للدخان او ايستن كامبني يعني طب انا هكلمك على فرقه امكانياتهم الماديه كويس. هكلمك على فرقه امكانياتهم الماديه كويس، عندهم فريق كويس. يمكن المقصه كابتن عادل من اول يوم او من بعد ثلاث اربع ماتشات كلنا قلنا ان المقصه اول. طب انا هكلمك على فرقه ويمكن تهمني انا في المقام الاول، يعني نادي المقاولين العرب، لان انا كان ليا تجربه طبعا من المقاولين العرب. طبعا. المقاولين العرب من اقل الانديه اللي وثابت لعيبه كويسه عندها. وفي نفس الوقت ما جابتش. اوكي. يعني ما جابتش لعيبه على مستوى. نادي المقاولين العرب ده من اكبر الانديه في مصر ثالث اكتر نادي جايب بطولات يا كابتن عادل. أيوة. افريقيه ودوري عام وكاس مصر، يعني فرقه تاريخها كسنوات قليل جدا بالنسبه مثلا النادي الاهلي، انما جايب بطولات وجايب بطولات افريقيه ودوري. صح. وكاس. صح. فعمل اسمه كويس في افريقيا، فلازم يا تبقى موجود وتكمل المسيره وتكمل تاريخك في الكوره، يا اما انك تبقى بالشكل ده امشي ناس ومصرفش على الفرقه كويس واغير مدربين و و و. المقاولين العرب السنه دي بالتحديد من اول دقيقه او من اول ثانيه في اول ماتش وهو في تخبط في النتائج، وعماد النحاس ومشي وبعدين كذا وكذا، يعني العمليه ما كانتش على المستوى المطلوب. فلازم والمقاولين كان متخبط من الاول، يعني كان باين من الاول ان برضه مهدد بالهبوط، مش جه بس في المرحله الاخرانيه نتيجه مثلا لمباريات لكذا. كابتن شوقي غريب استطاع ان هو ياخد المقاولين من عثرته الحقيقه، لانه في النهايه هو قعد. مش هو ده الطموح بالنسبه بقى للمقاولين العرب؟ بتكلم على اللي جاي طبعا. أوكي. مش ده الطموح بقى. انا طموحي مع المقاولين لو كمل معاهم تبقى الامور افضل، بس يعني. برضو الكابتن شوقي مهما كان مش من غير من غير امكانيات ومن غير تدعيم ومن غير صرف زي ما كان. كلام واحد اللي هو طالما ما فيش امكانيات يبقى هتبقى الامور صعبه. يبقى هتبقى. وبعدين لازم احدد لنفسي تارجت، انا عايز ايه؟ أوكي. عايز مربع ذهبي ولا في المنطقه الدافيه ولا زي ما تيجي بقى، وابقى موجود خلاص وابقى موجود في الدوري الممتاز وخلاص. ما ينفعش. أوكي. انا زعلان على تاريخ. أوكي. كبير. لازم على الاقل اذا ما خدتش بطوله ابقى بنافس وابقى في المراكز الاربعه عشان ارجع تاني افريقيا. و عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ولكل الفرق. انا اتمنى ان احنا نشوف يا كابتن عادل يا كابتن حشيش دوري جيد الموسم اللي جاي، لانه الموسم اللي جاي بقى ولا في خلي من العيوب والمشاكل. صعب. استحاله يعني. صعب. لكن لحد على الاقل جماهيريا نكون نشوف عدد اكبر من الجماهير. صحيح. يعني انا نفسي نوصل حتى 20,000 في المباراه الواحده. النادي الاهلي اعتقد 20,000 هيبقوا متواجدين كل مباراه. من الناحيه التحكيميه مهمه جدا جدا العداله تكون سائده، ما يبقى 17 من 18 نادي بيشتكوا، يبقى في مشكله كبيره جدا. طبعا. مش النادي الاهلي بس. فحتى جوده الصوره اللي بدات تتحسن السنه دي تبقى السنه الجايه افضل وافضل، الامور تبقى افضل وافضل خلال اكتر الموسم. نادي كمان يا اسلام متضرر من موضوع الجماهير هو النادي الاهلي. طبعا. اكبر شعبيه. تخيل انت جمهور النادي الاهلي لو مالي الاستاد وملاعب النادي الاهلي بيلعب فيها دي تبقى حاجه تانية خالص خالص يعني. فانا نقطه برضو مهمه جدا يا كابتن، هو التناول الاعلامي الغير محايد. اوكي. غير طبيعي اللي احنا شفناه الموسم ده. يعني البطوله لما تاخد انت افريقيا مرتين وتاخد البرونزيه مرتين وتاخد سوبر مرتين وتاخد دوري وتاخد كاس، وبعدين الامور دي كلها لا في احتفالات ولا في استقبالات ولا في مكافئات ولا حاجه خالص، وبعدين اي فريق ياخد دوري ولا ياخد كاس بنشوف القنوات كلها يعني افراح وليالي ملاح لمده شهر شهرين. موجودين يا كابتن وبنعمل افراح والله وليالي ملاح وكل حاجه. لا بس احنا قناه بتاعتنا، انما دي قنوات كلها قنوات المفروض انها
قنوات محايدة. نتمنى لهم ده بيدي ولله الحمد رد فعل عكسي. الحمد لما لله. بتلاقي انت الحاجة دي بالشكل ده بتخلي الجمهور بتاعك يعني يكتر اكتر ويبقى عنده انتمائه اكتر. لان شايف ان في هنا مبالغة وهنا امور عادية. مفيش حقوق. فرحة عادية. الفرحة احنا انت بتكسب. يمكن بالنسبة لنا عادي ده يا كابتن عادل، اصل البطولات كتيرة فبالنسبة لنا عادي يعني. لا انت بتفرح برضه يا كابتن. طبعا عادل يعني. بس احنا بنفرح يوم يا كابتن. بس ما بتجننش بقى. والله بنفرح يوم يعني. خدت البرونزية. بعد البرونزية انا اتكلمت يعني الإدارة هنا اتكلمت مع إدارة النادي ان احنا عايزين لعيبة بتاع لك هو يوم اليوم الأولاني خد اللي انت عايزه بس هو يوم. هو يوم ليلة واحدة. يعني يلا نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ولكل الفرق خلال الفتره الجايه. بشكرك جدا يا كابتن عادل، بستمتع دايما بوجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، انا بستمتع بوجودك معانا. شكرا جزيلا، انا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا، ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.